أهلا بيكم. جريمة بشعة في الرحاب. أب يقتل أولاده الثلاثة ويقتل أيضا زوجته، والعنوان الواضح وفق شهود العيان والجيران وبعض أقارب هذا الأب القاتل أنه يمر بضائقة مالية. الضائقة المالية سببها إيه؟ إنه خد فلوس كتيرة من ناس كتيرة وعجز عن سدادها، وغير عنوان سكنه أكتر من مرة، وانتقل إنه أجر فيلا في الرحاب وأجر عربية. الحادثة لو أنت تجاهلتها وما تعاملتش معاها يبقى هي قابلة للتكرار. ينبغي إن احنا نتوقف عن أمام هذه الحادثة، لأني شايف إن ضغوط الحياة علينا زادت، وإن ما يسمى باللايف ستايل بقى ثقافة عامة عند كثير من المصريين. يعني ايه اللايف ستايل؟ لايف ستايل اللي هو مستوى المعيشي بتاعك، ان انت تتصل بخدمة اطلب فتجيلك الوجبات لحد باب البيت، ان انت لازم تروح النادي في الويك اند انت ومراتك ولادك وتعزم اصحابك، وانك ممكن تستلف فلوس علشان تقضي اليوم ده، ان انت ممكن تستلف فلوس علشان تروح مصيف في الساحل الشمالي وتقعد في افخم القرى وافخم الفنادق. طبعا انا مش بتكلم على كل المصريين، بس ده اصبح سمة من سمات حياتنا، ان انت عندك هوس النهاردة بان الموبايل ابو 20,000 و25,000 لازم تجيبه، ازاي انت ما تجيبوش؟ وان انت لما تروح شغلك لازم تحط مفتاح العربية الفاخرة امام مديرك عشان يعرف هو بيكلم مين. ده اللايف ستايل. ما عندناش معلومات مؤكدة حتى الان عن حادثة الرحاب اللي هزت مصر النهاردة، واللي كانت حديث كل المصريين بلا استثناء، وانا بقولها قاصد لان مفيش حد كلمته النهاردة من اول ما اتنشر خبر عن الحادثة، لما كل يقولك شفت ايه اللي حصل في الرحاب، شفت ايه اللي حصل في الرحاب. لكن النيابة طبعا بتحقق في تحريات مباحث، لكن انا هاخد ما تم تداوله في المواقع الإخبارية الإلكترونية المعروفة، اليوم السابع، مصراوي، فيتو، الكلام ده، وشهادة الجيران وشهادة أحد أقارب القاتل. أب خمسيني بيعمل في مجال المقاولات، مر بضائقة مالية، استلف فلوس، عجز عن سدادها، استلف فلوس تاني، عجز عن سدادها. مش يتوقف بقى، يتوقف ويقول أنا هحل الأزمة إزاي، مش يقعد مع مراته وعياله ويقول لهم انا كرب اسرة احنا عندنا ازمة مالية. وارد، انا بقول لك انا ما عنديش معلومات الا ما تم تداوله. وارد هل زوجته واولاده مارسوا عليه ضغط وقالوا له لا لازم نعيش في المستوى اللي احنا عايشين فيه، اللي انت عايشتنا فيه، اللي هو اللايف ستايل. طب منين انت مديون، تتراكم عليك الديون، تروح تأجر فيلا في حي فاخر زي الرحاب؟ الفيلا دي ايجارها من 20,000 ل 30,000 جنيه في الشهر، خسارة انه هيأجرها مفروشة، هو هربان من ديانة فبتزود المديونية اكتر. مأجر عربية فاخرة، لو انت قلت حد ادنى 15,000 يبقى انت داخل من 30,000 ل 40,000 ل 45,000 جنيه ايجار سيارة وايجار فيلا. ده بسم الله الرحمن الرحيم، ما اتكلمناش لا على اكل ولا شرب ولا نادي ولا بيتزات ولا مطاعم ولا الكلام ده، ولا جيم ولا سبا ولا ابنك بيروح ولا بنتك بيروح. فاذا انت عجزت على مواجهة المشكلة. ايه اللي ممكن يوقعنا كمواطنين في ده؟ الفشخرة الكدابة. طلع نفسك بقى بره الحادثة وتعالى نتكلم علينا احنا كمواطنين. الحداثة اللي انتشرت بيننا الفترة دي اللي بقالها سنوات بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الاعلانات الملونة اللي موجودة في التلفزيونات والفضائيات والجرائد، اللي خلقت عندنا طلب استهلاكي دون ان تحتاج اليه. انا موبايلي بقاله 3-4 سنين في ايدي، عايز اقول لك مفيش حد لما قابلني الا لما اتريق علي، وهو موبايل مفروض لما اشتريته كان غالي، يعني اللي بيسموه الموبايل السمارت فون، التليفون الذكي. والله هو بيأدي الخدمة معايا، هو انا ليه محتاج اغيره؟ يقول لك انت قديم قوي يا خير، ازاي انت ما بتغيرش الموبايل؟ هل انا بقول لك انا ما بتفشخرش؟ ما انا بشر برضه، بس انا بوريك الضغط والالحاح
بتاع الناس في البلد، بتاع الدايرة المحيطة عليك، اللي بقى بيقيمك بالتليفون المحمول بالجرافطة اللي انت لابسها دي بالمناسبة ب95 جنيه، اللي عمال يقيمك بكل حاجة انت عمال تستهلكها، بعربيتك، بعضوية النادي. هي دي الحياة اللي عملنا، اللي احنا عايشينها، واللي احنا نقلناها لأولادنا النهاردة. وان انت هتتجاوز علشان تكمل مستوى الرفاهية، وانك لو قلت لمراتك وعيالك انا هنتقل من قلب الشقة الفارهة او الفيلا الفاخرة اللي انا بأجرها، يعني ايه انا اروح أأجر فيلا؟ معيش على قدي. ايه اللي يمنع ان احنا نعيش على قدنا؟ ليه الفشخرة الكذابة؟ ليه استلف وتتراكم عليا الديون عشان اعمل لبنتي فرح، علشان بنت خالتها وبنت عمتها وجارتها كانت عاملة فرح في الفندق الفلاني؟ مش ده اللي احنا بنودي نفسنا فيه في ده يا اخوانا؟ هنستلف، هتتراكم عليك الديون، هتعجز عن سدادها، هتحلها ازاي؟ هنا عايز انقلك لدايرة تاني، دايرة نفسية في علم النفس اسمها التماسك الداخلي. الانسان، اي انسان في الدنيا، ردود افعاله تجاه المواقف الصعبة حاجة من اتنين، اما يكون زي كرة البينج بونج، عارفين كرة البينج بونج اللي هي البيضة دي، اذا تعرضت الى ضغط دخلت للداخل اتطربقت اتطبقت، صعب اصلاحها مرة اخرى. في بشر كده عند اول ضغط عليه بيبقى زي كرة البينج بونج، ما يعرفش يرد تاني، او زي كرة الراكت مثلا او التنس، مهما تعرضت لضغط اضغط كرة التنس جامد هتلاقيها رجعت زي طبيعتها. قليل جدا من البشر اللي يبقوا زي كرة التنس، اللي ينطبق عليهم مثل ايه؟ يا ما دق اتعرضت بول. يقول لك ما احنا مرينا بالمواقف دي، ما معناش فلوس يا عم ننزل درجة ونبقى نطلع تاني. هل انت فكرت احنا اللي بنعمل الفلوس مش الفلوس اللي بتعملك؟ احنا لازلنا نجري ورا شاليه العين السخنة وشاليه الساحل الشمالي، وانك تدين، والله لو عندك طاقة ومعاك فلوس وعندك دخل لا اعيب عليك، ان شاء الله تشتري طيارة. انا مش معترض على الرفاهية، عيش الرفاهية يا رب لاعلى مستوى. من سعة من دخلك من استثماراتك حد يقولك لا فيش اي مشكلة، بس ما يبقاش دخلك مثلا 10,000 جنيه وعيش في مستوى 100,000 جنيه، ما الديون هتتراكم، الديانة ما حدش بيسيب دينه، الديانة هيطردوك هيحاصروك. في حادثة الرحاب قيل على لسان احد اقارب هذا القاتل، الاب القاتل، ان احد الديانة قال له لو ما جبتش الفلوس هنخطف ابنك. ما خلاص بقى، ده معناه الدين وصل الى ما لا نهاية. السؤال اللي انا سألته لنفسي، طيب انت ايها الاب القاتل بتمر بضائقة مالية وعندك ضغط من ديانة، انتحر. حد بيقولك ما تنتحرش، خلاص انت مش قادر تتحمل الضغط اللي انت ورطت نفسك فيه، بس ليه تقتل زوجتك؟ ليه تقتل اولادك التلاتة؟ ده الابن عزيز قوي يا اخي، ده الاب الطبيعي بيضحي بنفسه في سبيل ان اسرته تعيش او اولاده يعيشوا. قتلت، طب اقتل الزوجة لو هي مارست عليك ضغط. انا ما بكلمش هنا عن حادثة الرحاب، بس انا بتكلم بشكل عام، مراتك شكلت عليك ضغط فانت شايف هي اللي وصلتك للحالة اللي انت فيها، فانت في لحظة جنون قررت تعمل ده. انما ما ذنب الابناء؟ ما ذنب الابناء اللي لسه في عمر الزهور؟ انا معايا على التليفون مدام رندا من دائرة سكان الرحاب واحدى جارات المجني عليهم من الاسرة بقى، الزوجة والتلات ابناء والقاتل. مساء الفل مدام رندا. مساء الخير يا استاذ محمد، ازاي حضرتك؟ وطبعا البقاء لله، ونحتسب انهم عند الله شهداء، لان احنا في ايام مباركه واحنا لسه ما تاكدناش من حاجات كتير، ومش بنقول كلنا غير حسبنا الله ونعم الوكيل وربنا يظهر الحق. عندك شواهد عن القضيه؟ هل تعاملت مع الاسره المكلومه المقتوله؟ حضرتك انا ساكنه في المكان من 18 سنه، ورحاب احنا يعني، بس عايزه اوضح حاجه، ان احنا بننعم الحمد لله وده فضل من الله سبحانه وتعالى والقياده الحكيمه بتاعت الاستاذ هشام طلعت، ان احنا بننعم بالامن والامان في الرحاب، وحتى كنا في وقت الثوره الناس كلها كانت بتحسدنا على هذا الموضوع. نعم.
واحنا المنطقه بتاعتنا يا فندم، المنطقه الاولانيه دي فيها حراسات امنيه مشدده جدا، والفيلا اللي قدامنا دي يعني حضرتك الفيلا جنبها امن، ووراها في الشارع اللي وراها امن، ووراها في الشارع اللي جنبها يعني عايز اقول لحضرتك محاطه بافراد امن من كل جهه، معنى كلام لانها على حضرتك شارعين. هو انتفاء السرقه، مفيش سرقه يا فندم ما فيش سرقه. بص حضرتك الموضوع وما فيه الشخص يا فندم، مع الموضوع حضرتك. وما فيه ان الاستاذ عماد مؤجر من الدكتور حسن صاحب الفيلا، ومؤجر من سنة ونص هو وأسرته اللي هم الفردين الثلاث أفراد، واحد مقعد وبنت ولد في زي ما ذكر في كلية اقتصاد وعلوم سياسية، 22 سنة و18 وزوجته، هو من الصعيد. اوكي تمام يا فندم، مع حضرتك نعم معايا؟ نعم سامعك. تمام. الشخصية دي يا فندم من بضعة شهور بدأت ما تسددش أي إيجارات، وطبعا قيمة إيجار الفيلا ده عالي جدا لأنها فيلا كم من تقريبا؟ نوع كم يا فندم تقريبا؟ كم تقريبا تقريبا؟ حوالي 20,000 جنيه في الشهر. زي ما قلنا نعم. بالظبط. فحضرتك يعني ايجار الفيلا ده عالي جدا، وبدا يعني طبعا مطالبات من صاحب الفيلا بتسديد الايجار، وايضا انت حضرتك عارف ان احنا بندفع صيانه وكهرباء ونور، فكان ما بيسددش الكلام ده لمده السنه وشويه دي، لغايه ما طبعا الرحاب بيطالب بالحاجات دي وبيطالب بالميه والنور والكهرباء. وحضرتك انا لسه يعني حتى بتاع النور كان معايا، فبيقول لي ده انا مكلمني من 3 اسابيع بيقول لي حاضر استنى عليا شويه بس انا هسدد لك في خلال اسبوعين. فطبعا كان هو ابو مماطل، ومن شهر ونص يا فندم كان في ناس بتيجي عند الفيلا، وهو بيحاول يعني بيثبت للناس ان هو صاحب الفيلا، والله اعلم والله اعلم يا فندم الكلام ده. الحوارات اللي حصلت وان احنا سمعناها ان الناس كانت بتيجي تزعق جامد وهو يقول لهم مطوا صوتكم، لان كانوا بيطالبوه بمبالغ ضخمه. هو بقى يعني الله اعلم طبعا هو في دار الحق، وانا ما اقدرش يعني اذكر ميت غير لما تظهر الامور دي تماما. هو كان عنده متعثر مانيا، او بمعنى اصح استغفر الله يعني نصب على ناس كتير جدا، والناس دي بدات تيجي، حتى واحد جه يعيط على باب الفيلا وكان غير موجود، وما كانوش بيدخلوا حد ناحية الفيلا علشان بيقول أنا هو واخد مني 1,300,000، 1,700,000، 1,170,000، ده راجل يعني حد قال أنا من الصعيد وده جاري وأنا وثقت فيه وكلنا وثقنا فيه، وهو بيقول إن هو بيعمل حضرتك يمكن بيقول لهم بقى إن هو إيه بيستثمر بالأموال بتاعتهم دي وهيديهم ريع، زي حضرتك فاكر الشركات بتاعت زمان. المستريح، توظيف الأموال. بالظبط يا فندم، توظيف الاموال، وانت عارف طبعا يعني هو من الصعيد من بلدهم وهم يعني عارفينه. اوكي، والراجل كان على فكره في حاله جدا، وانا بشهد شهاده حق لان هو منعزل عن العالم جدا، حتى بنته لما كانت تخرج بالكلب مثلا تمشيه في الجنينه شويه او كده، او يعني هما كانوا عائله يعني مقتصرين محافظه، لاقصى حد، عائله محافظه جدا. وهو الحقيقه كان بينزل الصلاه بصلاتها في الجامع، الراجل رايح جاي على الصلوات في الجامع، يعني ناس كتير شاهده بالموضوع ده. الاولاد كانوا بيروحوا الجامع عادي، ما كانش في اي مشاكل، وهو بس مواضيع الديون والديانه اللي عندك هي جات له. تفسير لحظه الجنون اللي جات له؟ هو يقتل نفسه ماشي، انما يقتل مراته واولاده ليه؟ يا فندم برضو احنا مش متأكدين من موضوع القتل ده، ان هو الموضوع ده برضو عليه علامات استفهام كتير. والحقيقة يعني حضرتك يعني يومين وهتثبت للعالم كله ان الموضوع ده في ملابسات في الحادثة دي، يعني هي حادثة طبعا بشعة بكل المعايير. التعثر اللي وصل ليه الاستاذ عماد، وكان ليه يعني على عدم سداد استحقاقات الايجار والصيانه والميه والكهرباء، بلغوا جهاز الامن المدينه بعدم تحرك اي شيء من منقولات الفيلا، ده صاحب الفيلا هو اللي مبلغ ان مفيش، هو حتى يعني لو عايز يعزل ما يقدرش يخرج حاجته من البيت. الناس
الديانه اللي بدات تيجي عند البيت تطالبه بمبالغ، وحتى العربيه حضرتك الناس كلها بتقول عربيته متفسيه الاربع عجل، ده المباحث اللي مفسيها عشان تفضل موجوده في مكان الجريمه ما تتحركش لغايه ما يخلصوا المباحث والاجراءات بتاعتهم ورفع الاحراز. وحضرتك يعني عايزه اقول لحضرتك كل ساعتين بتحدث احراز جديده في الموضوع، بتقلب الموضوع راسا على عقب. احنا لسه مش متاكدين ايه اخر الاحراز اللي تم تحريزها وحضرتك سمعتي عنها. الحقيقه دي حاجات ما يعني لا تذكر، الحقيقه لازم المباحث هي اللي تدلي بيها، لانها حاجات يعني مفاجات يعني من العيار الثقيل. طيب هل حضرتك فوجئتي بالحادثه؟ طبعا يا فندم احنا شمينا رائحة امبارح الساعة. حضرتك كمان في حاجة ما ذكرتهاش، ام الزوجة حضرت الساعة حضرت مرتين وما كانتش عايزة يا فندم تبلغ الامن، يعني كانت عايزة تفتح تشوف بنتها. الامن اعترض قال لها لا ما فيش حد هيكسر الفيلا غير لما تروحوا تجيبوا تعملوا محضر في الاسم، لان هم بتقول ان هي بقالها خمس ايام بتتصل ببنتها اللي هي الزوجه الله يرحمها القتيله، بتتصل بيها ومحدش بيرد، الخمسه ما بيردوش، حتى اصحاب الابن كانوا بيجوا وسالوا على الولد اللي هو في الجامعه، وصاحبه قال ان انا موصله الساعه 6 الصبح وهو اختفى بعد كده وتليفوناته ما بتردش. فالامن الحقيقه قال له يمكن خرجوا كلهم، فحتى لقى الكلب فقال له طب الكلب ده هيسافروا ويسيبوه، طب احنا هنأكل الكلب، بقى يجي يأكل الكلب. تفاصيل كتيرة تفاصيل. ايوه يا فندم. الامن دلوقتي حاطط ايده على الفيلا وبيتابعها يا فندم الفيلا طبعا الامن والمباحث والدنيا يعني ما شاء الله، يعني في خلية نحل موجودة حوالين الفيلا وخارجه لفك اللغز. اولا الجاره فقط اللي جنبه مجرد ان هي ظهرت وقالت ان في ريحه غير طبيعيه في المكان، وبدات الريحه يا فندم وذلك ان طبعا احنا شفنا طبعا لا يعني ربنا يا رب ما يوري حد ابدا، احنا عمرنا ما شفنا في الرحاب الكلام ده. وانا عايزه برضو اذكر ان دي حاله فرديه يا فندم وممكن تحصل. وانا متفق معاك مدام رندا. أنا بشكرك مدام رندا. من المنطقة السكنية المحيطة بالفيلا اللي شهدت هذه الواقعة هذهب أيضا. أنا مش هدفي إن أنا أنقل لك حادثة فقط هزت مصر النهاردة، ولكن إن إحنا نوسعها بينا وبين بعض يا إخوانا. أنا عايزك، ضغوط الحياة بقت كتيرة، قدرتك على استيعابها إزاي، قدرتك على التعامل معها إزاي، مهما بلغت بك الشدائد لازم يبقى عندك تمارين انك تبقى متماسك نفسيا. انا بشوف ناس عند اول موقف كده نسميهم خرع، لا تماسك وواجه. القاتل الاب القاتل النهاردة مهما بلغت به المديونية عند اول غرزة انت غرست، طيب ليه ما فكرتش تقف مع نفسك؟ كان الدين سهل، كان ممكن تبيع عربية، كان ممكن تبيع جزء من دهب مراتك وتخرج بره الأزمة، لكن ديل ورا ديل ولا ديل لحد ما وصلنا لده. أنا عايز ده يبقى جرس إنذار لملايين الأسر المصرية، لا تدعوا اللايف ستايل يقتلكم. معايا على التليفون الأستاذ الدكتور سعيد عبد العظيم، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة. مساء الفل دكتور سعيد. مساء النور، اهلا بحضرتك، ازيك؟ عاوز اعرف من حضرتك اللحظه اللي خد فيها الاب القاتل قراره حتى لو هو في ازمه ماليه، مش الطبيعي ان هو يقتل نفسه بس، ايه اللي يخليه يقتل زوجته ثم ابنائه الثلاثه فلذت كبده يعني؟ هو طبعا تاريخ المرضي لكل حاله بيبقى يعني له خصائصه يعني، فهو يعني واضح ان هو وصل الى مرحله متقدمه من حاله الياس والكابه اللي هو هنسميها اكتئاب جسيم او شديد يعني. وعاده هذا النوع من الاكتئاب ما بيجيش من فراغ يعني، لو خدنا تاريخ الاسره جيدا ممكن نلاقي افراد تانيين في العيله جالهم برضو امراض نفسيه اخرى او كابه.
زي الأم زي الأب زي العم زي الخال إلى آخره لغاية الجد وما فوق وما تحت. فبيبقى في استعداد كامل في الناس دي، وبعد كده ظروف الحياة بتبدأ من الطفولة وممكن تمتد لغاية المراهقة وما بعدها، بيمر وممكن بظروف صعبة، حرمان، أي مشاكل في الأسرة ممكن تبقى موجودة في مراحل مبكرة من عمر الطفل. لما بيكبر بقى بيبقى عنده حاجتين، جزء وراثي وجزء تربوي حصل في مراحل التربية الأولى. الاستعداد ده ماشي معاه. يجي بقى في مرحلة متأخرة زي اللي احنا شايفينها دلوقتي، يجي أي مصيبة بقى، خسارة مادية، فشل في مشروع، أي حاجة، ما بيبقاش ده لوحده بقى، ده بيجي بقى زي القشة التي قسمت ظهر البعير. فهو محمل من الأول باستعدادات زي ما قلت تربوية ووراثية، يجي بقى في الخبطة الأخيرة بتاعة الخسارة المادية أو أي طب حاجة. ما هو يقتل نفسه بس اللي هو ينتحر، إنما ما هنا بقى يقتل... بيبقى وصل لإيه بقى؟ أما بنوصل إلى مرحلة التفكير في الانتحار أو إنه يقتل نفسه، بيكون قبليها مر مرحلة من الكآبة الشديدة اللي هو عمالة تتصاعد بقى، ان هو مش حاسس باي متعه في الحياه، كاره الحياه، كاره نفسه، كاره ان هو يستمر، الى ان تختمر في ذهنه بقى فكره ان هو يخلص من حياته. طب تقول لي، طب هو قتل ليه الناس اللي حواليه؟ قتل ولاده ليه وزوجته؟ لان هنا بيبقى طب انا ماشي بقى، انا هموت نفسي وهروح، طب انا اسيب دول يتعذبوا ليه؟ اخدهم معايا. يعني هنا بيبقى عنده التفكير في ان دول اذا قعدوا في الدنيا هيتعذبوا زي ما هو اتعذب، طب انا اخلصهم بقى من الحياة المتعبة دي وريحهم واخدهم معي. فبتبقى هنا القتل ما هوش بغرض الانتقام او بغرض ده بهدف الراحة الابدية. لا، ده انا هريحكم بقى. طيب انا عايز اسأل حضرتك، اللايف ستايل اللي بقى اسلوب حياة او ثقافة حياة عند قطاع من المواطنين، الى اي مدى ممكن يشكل ضغط نفسي ونوصل لدائرة المديونية ثم الانفجار والاكتئاب ثم اخذ قرار زي ده، نتيجة ان احنا ايضا بعضنا عنده هشاشة نفسية لا يتحمل المواقف الصعبة. ما انت قلت حضرتك كلمة جميلة قوي، كلمة هشاشة نفسية. الهشاشة النفسية دي جت نتيجة العوامل القديمة اللي انا قلتها، اللي هي يا اما عوامل وراثية موجودة في الاسرة فعنده استعداد يعني محمل، وعوامل تربوية قديمة من الطفولة او المراهقة شايلها برضه. فهما لما بيوصل بقى لمرحلة الضغوط الحياتية العادية اللي اي حد في الدنيا ممكن يقابلها، زي ما قلنا مرض، خسر حد، جراله حاجة في الاسرة الى اخره، كل ده بيبقى ضغط نفسي، بس هو ما عندوش تحمل، هو البناء بتاعه هش ضعيف. طب اديني كده روشتة ازاي انتقل من مرحلة الهشاشة النفسية الى التماسك النفسي، اعمل ايه؟ هنا بقى الاكتشاف المبكر، يعني اول ما نكتشف ان ده بيفكر في ان هو كئيب وان الحياة ملهاش لازمة، وتلاقيهم دايما يرددوا الكلام ده في ما بينهم وبين نفسهم وبينهم وبين الاخرين، والناس تبدا تتفهم ان في اكتئاب، نلحق نعالجه. يعني اذا من البدايات يعني من بداياتها، اول ما تسمع كلمه وتكتشف تروح ايه على طول فورا، ما تستناش، لان هو 25% من حالات الاكتئاب الجسيم بينتحر، ربعه ينتحر، رقم كبير. رقم كبير. فاذا احنا الحل الوحيد هو الاكتشاف المبكر. ده بالنسبه للمرض بعد ما يبان بقى. انما الحل الجذري القديم هو ان احنا نحمي الاجيال القادمه من العوامل الوراثيه، يعني ما جوزش قرايب لبعض، ابن عمته وابن خالته وبتاع، نجيب عيال مرضى. طب دكتور سعيد بعد اذن حضرتك، هل النفس البشريه تتحمل ان انا اكون غني ثم ابقى فقير وممكن اصعد تاني؟ يعني مش ممكن. الحياه يعني عارف عندنا حديث شريف يقول لك اخشوشينه فان النعم لا تدوم، يعني بالظبط مش مفروض انا بطع وبنزل اكون مرن، ولا النفس البشريه ما بقتش تتحمل ده؟ عارف كلمه اخشوشينه دي اللي هي دي كلمه عظيمه جدا. دي معناها ايه في الطب النفسي؟ معناها ان انا اعلم العيال من بدري ازاي يبقى عندهم مرونه وقدره على امتصاص الصدمات. انت لما تمسك كره كاوتش وتضربها على الحيطه بترجع لك؟ نعم. كاوتش نعم، دي المرونه.
طب انت لو مسكت طوبه وحذفتها على الحيطه ما بترجعش ما بترجعش ويمكن تقع في الارض على شبه تاب كره البينج بونج اي ضغط بالزبط. عليها بتبوظ وما بترجعش تاني بالظبط. فاذا احنا محتاجين نربي اولادنا يبقى عندهم مرونه وقدره على التحمل، هي دي اخشوشينه يعني اتعلموا ازاي تتحملوا الصدمات من بدري مبكرا، دي التربيه. وانا بشكرك استاذنا الدكتور سعيد عبد العظيم استاذ الطب النفسي بجامعه القاهره. نزلوا يا شباب تليفونات البرنامج، عايز اسمع راي حضراتكم لما انتم بتقابلكم ضغوط في الحياه، هل ممكن نوصل لمرحله ان احنا ناخد لا قدر الله قرارات عنيفه زي كده؟ مش احنا عندنا امثله ياما ده اتعرضتوا بقول يا اخوانا. عايز اسمع رايكم، رايكم ايه؟ هل انتم شايفين ان الثقافه الاستهلاكيه اللي بقت احدى سمات العصر ممكن تدفعنا الى ان احنا ناخد قرارات زي كده؟ اكيد الاب القاتل عماد ما كانش مرتب اموره وهو بيتجوز وهو بيخلف بدل العيل ثلاثة انه ينتهي الحال الى كده. هل احنا بنوصل للمديونية انها تخلينا تخنقنا من هنا وتقعد تتراكم؟ اللي بيخليك تروح تشتري موبايل بعشرين الف جنيه وانت مرتبك 1500 جنيه؟ اللي بيخليك تعمل ده؟ اللي بيخلي الثقافة الاستهلاكية النهاردة بقى اسلوب حياة، بقينا بنتفشخر قدام بعض، احنا شعب فشخور يا اخوانا، علينا ان نعترف بده. المظاهر الكذابة بتاكلنا وهي اللي هتودينا في داهية اذا ما كناش ننتبه بجد ونعلم ولادنا. وعندنا مثل يقولك على قد لحافك مد رجليك، انت ما معكش الا 1000 جنيه يبقى هتعيش بالالف جنيه، انما لما يبقى معاك 10000 جنيه يبقى عيش بال10000 جنيه. هو المصيف جبص اللي احنا بنتريق عليه وراس البر هو ده اخري، انما ايه اللي يوديني ساحل شمالي وانا مش معايا؟ ايه اللي يخليني اتورط واجيب عربية قد كده وانا ما معيش تمنها؟ ايه اللي يخليني اقعد ابص لغيري واشوف غيري عامل ايه وفي الاخر لازم ابقى زيه؟ الجيران بيبصوا لبعضهم، القرايب بيبصوا لبعضهم، الولاد القرايب، ولاد الخالة، ولاد العم. امتى هنغير الثقافة الاستهلاكية دي ونرجع نطبق امثلة حقيقية؟ ولازم نخشوشم فإن النعم لا تدوم، انت امام كارثة بكل المقاييس حصلت النهاردة في الرحاب. محمد من القاهرة اتفضل استاذ محمد. الو ايوه اتفضل استاذ محمد. ايوه السلام عليكم. سلام ورحمة الله. والله بس انا عايز اتكلم على حاجه بخصوص اللي حصل ده. انا مستغرب يعني على النت في ناس بتشكك في الموضوع ده بطريقه غريبه يعني، ويعني بيقولوا ان في نظريه مؤامره يعني في الموضوع. هو بعيدا عن الحادثه يا استاذ محمد، كلمنا عن الثقافه الاستهلاكيه المنتشره في المجتمع اللي تخلي اب يروح ياجر فيلا عاجز عن سداد ايجارها بال 30000 جنيه بالميه بالكهرباء وماجر عربيه، ايه اللي يخلينا نتفشخر واحنا ما معناش فلوس؟ والله هي بقت ظاهرة غريبة يعني في المصريين عموما، بقينا نشوف ان في ثقافة استهلاكية غريبة علينا على مجتمعنا يعني. اسبابها ايه يا استاذ محمد؟ والله اسبابها المنظرة يعني، احنا بنشوف ان دلوقتي كله بيتمنظر على السوشيال ميديا ويحبوا ينزلوا صورهم وهم بيعملوا ايه وبياكلوا فين وراكبين عربيات ايه. فهي الموضوع بقى كله فشخرة يعني، بقى كله منظرة. الفشخرة، الفشخرة دي بشكرك استاذ محمد، الفشخرة دي اللي هتودينا في داهية، واللي علينا نبحث عن الاسباب اللي بتدفعنا لكده. وانت جوه الشغل عندك عايز تتفشخر قدام زمايلك وقدام اصحابك. احمد من العريش اتفضل يا استاذ احمد. مساء الخير يا دكتور. اهلا بيك يا حبيبي، بحيي حضرتك على البرنامج الجميل بتاع حضرتك. العفو. انا راجل على المعاش حضرتك، واقسم بالله العلي العظيم ساعه ما طلعت من على المعاش كنت طلعت ب 780 جنيه، وكيفت نفسي وماشي والحمد لله، الواحد بيبوس ايده وشه وظهره حمدا وشكرا لله. بعد اذن جنابك، كل انسان لو كيف نفسه على المبلغ اللي هو ماشي معاه، في مثل بلدي اتعلمناه على قد لحافك مدد رجليك. صح. فكل انسان لو كيف نفسه بالمبلغ اللي هيخش عليه يا دكتور هيحمد ربنا والف شكر وحمد لله. انت كيفت نفسك على 800 جنيه ازاي؟ ده ربنا اللي بييسرها. ربك بييسر، صح. ربنا بيبارك او يطرح البركه في القليل. الحمد لله يا دكتور، فكل انسان طالما مش على قده ربنا بيسترها. بشكرك استاذ احمد، ارجع للمعنى، على قد لحافك مد رجليك، ما تحاولش ان انت تتجاوز طاقتك،
ما بقولكش ما تركبش طيارة ولا تشتري فيلا ولا شاليه في أفخم مكان في الساحل الشمالي ولا في شرم الشيخ. معاك فلوس عيش، ما معاكش ما يلزمكش، ده مبدأ. لكن إن أنا ما يبقاش معايا واستلف من زمايلي في الشغل واروح رايح على البنوك استلف واتفشخر والديون تتراكم اعجز عن سدادها والديانة يطردوني ويهددوا بخطف ولادي والديلمة. طب انت العربية الفاخرة قاعدة في الجراج عليها صوت بس انت عاجز عن سدادها. في الحادثة النهاردة بتاعت الرحاب، الاب عماد القاتل مأجر فيلا في الرحاب ب20,000، عليها التزامات شهرية 10,000، اللي هي كهرباء ومية وغاز وصيانة وامن كل الكلام، ومأجر له عربية ب10-15,000، بسم الله الرحمن الرحيم 40-50,000 جنيه، وعاجز عن سدادها بقاله سنة. طب ايه اللي معادك كده؟ ما خدتش ليه ولادك وقعدت في شقة ان شاء الله اوضتين وصالة. يعني احمد من القليوبية، اتفضل يا استاذ احمد. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء النور حبيبي. بعد اذن حضرتك انا ليا رأي في الموضوع ده يا استاذ محمد. اتفضل يا حبيبي. عايز اقول لحضرتك يعني دلوقتي موضوع الفشخرة ده انتشر في مصر قوي. نعم. خدت بال حضرتك؟ يعني دلوقتي كل مواطن يا فندم بيبص للتاني، كل واحد جار بيبص لجاره. يعني بص حضرتك تلاقي الموظف في الشغل بيجي لابس بدله جديده، زميله بيبص عايز يجيب زيها، يا سيدي مالكش دعوه بيه. التقليد. واخد بالك يا استاذ محمد؟ يعني التقليد، بنقلد بعض. هات قميص على قدك. عيش على قدك. انا بالظبط ده اللي انا اقصده يا استاذ محمد. انا معاك، بشكرك استاذ احمد. اخد حكيم من القاهره، اتفضل حكيم. محمد بيه، اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب حبيبي. انا ايه رايك في الموضوع ده يا فندم؟ اتفضل. الاخت الاستاذه اللي كانت بتتكلم بتقول انا جارته شالت عيان على القصه ديت، بتقول الفيلا 20,000 جنيه ايجار. هو واضح كده يا فندم، الله اعلم، واضح كده ملابسات الموضوع ده اللي هو كان ساري وظاهر حصل له تفليسه، بس هو مش عايز يقعد في شقه او يقعد في مكان اقل من المستوى اللي كان قاعد فيه. طب يقوم يوصل نفسه تتراكم مديونيه فينتحر وياخد ايجار فيلا عاجز عن سدادها؟ ما هو ده بقى هو ظلم نفسه. يعني هو في دار الحق، مش عايزين بس ان ايه نقول هو في دار الحق، واسال الله رب العالمين ان يسامحه في اللي عمله في نفسه. طيب نفسه. سيبك من الواقع، ظلم زوجته. حكيم، لو انت مكانه تتصرف ازاي؟ اعيش على قدي. هو زي ما الحاج اللي على المعاش قال لحضرتك على قد لحافك مد رجليك. انا معايا 4,000 جنيه، دخلت سوبر ماركت او دخلت مول جبت حاجات، في غيري معاه 14 جنيه يجيب حاجه، في غيري معاه 500 جنيه. يعني عايز اوصل لحضرتك كل واحد على قد فلوسه، وده لا يعيبك قليل كثير، لا يعيبك، لا يعيبني، لان انا ظروفي كده. بخبر حضرتك. نعم. فهو عايز يعني اقول لاهله او كده، طبعا بقدم لهم العزاء، وهو ظلم نفسه، واسال الله رب العالمين في هذه الايام المفترقه يسامحه عشان هو ظلم نفسه. امين يا رب. اخد هشام من القاهره. السلام عليكم. السلام ورحمه الله، اتفضل استاذ هشام. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. دكتور احنا طبعا ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا درجات، ما خلقهاش يعني مره واحده. النهارده حضرتك الواحد بيبتدي صغير، ربنا سبحانه وتعالى بيديله، ما بعد كده مفروض انه بيوسع على اهله. طبعا حضرتك الحمد لله الواحد ماشي على الحديث الكريم، تحوش عشانه فان النعمه لا تتوم. نعم. ودي حضرتك لازم تكون مثلنا، وهو ده اللي الرب عيننا عليه. نعم. حضرتك النهارده الحمد لله الواحد دخله كويس جدا، ورغم ذلك بيحاول بقدر الامكان ما يفتحش ايده قوي، يعني لا ولا تبسط يدك ولا تجعلها مغلوله لعنقك. فتقعد ملوما محصورا. بالظبط كده يا دكتور. فلازم حضرتك نرجع لاحاديث النبي عليه الصلاه والسلام، هلا هي دي المثال لازم نمشي عليه. وامثالنا الشعبيه على قد لحافك مد رجليك. والله يا دكتور الدين بيقفل كل حاجه. صح. ما بيه. انا بشكرك هشام القاهره، ده كان اخر اتصال تليفوني. خلينا نرجع، انا مش بعرض قصه الرحاب عشان انا بعرض حوادث في برنامجي، لكن انا واخدها كنموذج يا اخوانا. انا شايف يعني انت امام حاله غفر الله لها ولهذه الأسرة، يعني وهي بين يدي الله سبحانه وتعالى الآن. لكن أنا بتكلم بشكل عام، هل يمكن أن أنت تبقى أنت عاجز عن أنك تعيش في اللايف ستايل اللي أنت تعودت عليه، المستوى المعيشي يعني،
فتروح تأجر فيلا وتأجر عربية وتعجز عن سددها فتتراكم الديون أكتر. طب ما هيجي يوم خلاص كل الناس هتخنق عليك وتخنق عليك تخنق عليك. لازم نعيش على قد لحافنا، بكلم جد، ولازم نعلم ولادنا كده، ولازم نخشوشم فإن النعم لا تدوم. وبيت الشعر العربي الشهير: الدنيا يومان، يوم لك ويوم عليك، فإن كانت لك فلا تختر، يعني خلاص بقى الدنيا جاية لي بقى أنا بقيت مغرور، وإن كانت عليك فلا تفتر، يعني ما تقعدش بقى غلبان ومسكين، قوم وقوم. ويا ما دقت على راس طبول بتطلع وتنزل بتشتغل وتقعد في البيت وتشتغل تاني، وخبرة الحياة والسنين تعلمك أيام ما يبقى في شغل بتشيل قرشين على جنب، وإحنا كمصريين اتعودنا كده. بس أنا أزعم إن إحنا النهاردة بقينا بنجري على الثقافة الاستهلاكية، الثقافة دي اللي هتودينا في داهية. اللايف ستايل، الفشخرة، ألو مطعم إيه ديليفري، ابعت لي كذا، وتقعد وسط أصحابك. ولادي امبارح الساعة 2 بالليل، الولاد ولاد اللذينة راحوا بعتوا طلبوا بيتزات وسندوتشات. ايه انا دافع في الفاتورة امبارح 700 جنيه. طب انت دافع امبارح 700، تقدر كل يوم تعمل كده؟ طب ومن امتى واحنا بنطلب عشاء بنقعد نقول للناس، بتقول للناس يبقى انت عندك دقة نقص؟ انت عايز تتفشخر، تتفشخر بسندوتش؟ هي دي الفشخرة يا اخي. الواحد بيتفشخر بعلمه، بيتفشخر بجوايزه، بيتفشخر بتفوقه العلمي، صح ولا غلط؟ انما النهارده احنا بنتفشخر بالعربيه، بالموبايل، انت ساكن فين. لكن حد بيتفشخر هو قرا كام كتاب، هو اضاف ايه للمجتمع؟ ده مجتمع ده لازم يتنسف عليه لوطيه ووطيل عليه. عايز تعجن الليله دي كلها عشان تنظف وتطهر ما علق بهذا المجتمع في الكام سنه اللي فاتوا. ولكن الله يا مصر. نطلع فاصل. في كلام متداول في على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض المواقع الإخبارية، بأن من أول 7 القادم اللي هو موعد تطبيق الموازنة الجديدة للدولة من 1/7/2018 ل 30/6/2019، ده هيتم بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء وأسعار البنزين، البنزين بقى والسولار والكلام. وانتشرت أخبار، انتشرت مثلا ان البنزين 92، انا قريت مرة انه هيبقى ب6.5، ومرة قريت انه هيبقى ب7.5، ومرة ان 92 هيختفي وهيبقى 95 هو الاساس. وان انا كنت انتظر ان يكون هناك رد رسمي على الحاجات دي لانها بتمس حياة الناس. انا كمواطن عايز ارتب اموري، ما لو في زيادة هي مش زيادة لتر بنزين، ده هتبقى زيادة في كل حاجة. النهاردة السيد رئيس الوزراء في على هامش مؤتمر الشمول المالي والنمو الشامل وفرص العمل طلع تصريح قال أن الحكومة حتى الآن لم تحدد موعدا لزيادة أسعار الكهرباء والبنزين. مين اللي قايل الكلام ده؟ رئيس الحكومة نفسه اللي قايله الرجل المحترم مهندس شريف إسماعيل. السؤال اللي بسأله لنفسي، طيب سيد رئيس الوزراء، الشائعة بتاعت الزيادة دي منتشرة في الفضاء الإلكتروني بقالها يجي 2-3 شهور، ليه حضرتك صبرت أو الحكومة صبرت؟ ممكن يترد عليا ويتقال لي هو كل إشاعة تطلع لي على الفيسبوك أنت عايز الحكومة تنزل ترد؟ ما بقولش الحكومة نفسها، ما احنا عندنا جهاز، عندنا مركز دعم اتخاذ القرار والتابع لمجلس الوزراء، إيه اللي يمنع؟ وهو للأمانة جهاز نشيط وبيفند أول بأول أي شائعات. بس ده كان خبر مهم وقضية شغلة أذهان ملايين المصريين. عن نفسي والله كإعلامي يعني ينظر إن أنا التقيت بأي حد من حضراتكم من السادة المواطنين إلا ما كان يسألني هي الزيادة قد إيه في 7؟ بمعنى أن المواطن في عقله الواعي عارف إن في زيادة بس عايز يعرف حجمها. النهارده السيد رئيس الوزراء أوضح الحقيقة، قال لك حتى هذه اللحظة، حتى تاريخه، احنا لسه مش عارفين، ما حددناش، الحكومة لم تحدد
توقيت سريان الزيادة. اهو لم نحدد موعدا لزيادة اسعار الكهرباء والبنزين. يتفهم ايه من الخبر برضو؟ يتفهم ان هناك زيادة، هو الاختلاف على ايه؟ توقيتها. يعني الحكومة سوف تخفف الدعم عن اسعار عن البنزين وعن الكهرباء، لكن الاختلاف على التوقيت. في رأي مثلا سياسي يقول لك والله لو الحكومة هتتغير يبقى الحكومة دي تشيل مسألة الزيادة وترحل، يعني دي بتبقى مدارس سياسية. هل الرأي العام أو الشعب يستوعب زيادة؟ ما دي بقى إيه؟ تقارير لأجهزة سيادية في الدولة المصرية ترفعها لصانع القرار تقول له لا التوقيت مناسب أو غير مناسب، ولكن أنت أمام تصريح واضح للسيد رئيس الوزراء. أيضا السيد رئيس الوزراء كان له تصريح تاني بيقول إن الدولة تسعى لتحقيق النمو الشامل وتوفير فرص عمل، والدولة حققت نجاحات فقط كل التوقعات. أنا معاه الدولة حققت نجاحات فقط كل التوقعات. رفعت احتياطي نقد أجنبي وصل لما يقرب من 45 مليار دولار، حتى لو كان جزء رئيسي منه من ديون خارجية من قروض، ده مسموح بيه عالميا. تركيا موجود جزء كبير من الاحتياط النقدي عبارة عن سندات دولية هي مستلفاها، ده ما فيهوش المشكلة. المشكلة ان الدولة حققت نجاحات، حققت نجاحات في زيادة صادرات وفي قلة واردات، في تقليل العجز التجاري، ميزان المدفوعات بيننا وبين الدول الأجنبية، كل ده زي الفل. بس الدولة هي اللي حققت النجاحات، أنا كمواطن لسه ما حققتش. إمتى كمواطن أحس؟ دايما كنت بقول للحكومة في ديسمبر من العام الماضي إذا كان 2017 هو عام الحكومة فليكن 2018 هو عام المواطن المصري، عام مصر أفندي، ما أنا لازم أحس يا حكومة. بس أنت يا حكومة لسه النهاردة مطلعة تصريح على لسان الرئيس رئيس الوزراء بيقول أن موعد الزيادة لم يتم تحديده بعد بالنسبة للكهرباء والبنزين، يعني الزيادة جاية جاية. طب يا حكومة مفيش صرفة؟ مفيش حل؟ طب أخد الخبطتين ورا بعض، الكهرباء والبنزين في يوم واحد، ولا تكوني رحيمة بيا؟ طب مشيها كهرباء، طب أجلي بنزين كام شهر، ما الناس برضو بتبقى هنا، خاصة أن أنت داخل على رمضان. يعني النهاردة فقدت مصر رجلا مناضلا من الطراز الرفيع، رجل كان ينتصر للديمقراطية على عكس بقية أقرانه، هو المناضل الكبير المجاهد العظيم الأستاذ خالد محي الدين. فقدته مصر اليوم عن عمر يناهز 96 عام، عضو مجلس قيادة ثورة يوليو 1952، واللي رحل عن عضوية المجلس عشان حاجة واحدة، أنه كان مدافعا عن الديمقراطية حتى لو كلفته منصبه، وجرى إغراءه بالعديد من المناصب رفض، ترفع عن المناصب. يحفظ التاريخ السياسي المصري لهذا المناضل عفته السياسية ونظافة يده وإيمانه بالديمقراطية. عشان كده الدولة المصرية هتكرمه غدا في جنازة عسكرية مهيبة من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. المصري أفندي أعد هذا التقرير عن الراحل الكبير خالد محي الدين الذي وافته المنية صباح هذا اليوم. عن عمر يناهز 95 عاما رحل زعيم حزب التجمع خالد محي الدين آخر أعضاء مجلس قيادة ثورة 23 يوليو بعد مسيرة عسكرية وسياسية مؤثرة في التاريخ المصري الحديث. وصفه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر في إشارة إلى توجهات محي الدين اليسارية، وحينما دعا الصاغ خالد محي الدين رفاقه في مارس عام 1954 إلى العودة لثكناتهم العسكرية لإفساح مجال لإرساء قواعد حكم ديمقراطي، ومن ثم نشب خلاف بينه وبين جمال عبد الناصر ومعظم أعضاء مجلس قيادة الثورة، أدى هذا الخلاف لتقديم استقالته من المجلس. أسس محي الدين مع عدد من اليساريين حزب التجمع، أول حزب يحمل الفكر اليساري في مصر عام 1900
1976، واجتذب الحزب إليه الناصريين والماركسيين ومن يعتنقون توجه القومية العربية، لكنه تخلى عن رئاسة الحزب مع تقدمه في السن، ويعد أشهر من مثل دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية في البرلمان لمدة 15 عاما منذ عام 1990 وحتى عام 2005. يعد كتابه الآن أتكلم، والذي صدر بعد 40 عاما من قيام الثورة، واحدا من أهم الشهادات عما حدث في ثورة 23 يوليو عام 1952، باعتباره واحدا من الستة الأوائل الذين شكلوا تنظيم الضباط الأحرار ومن أكثر المقربين لعبد الناصر. أنشأ محي الدين أول جريدة مسائية هي جريدة المساء، وتولى رئاسة مجلس إدارة أخبار اليوم، وترأس أول لجنة مشكلة من المجلس لحل مشكلات أهالي النوبة أثناء التهجير في بداية الستينات، كما فاز بجائزة لينين للسلام عام 1970 بعدما كان أحد مؤسسي مجلس السلام العالمي. كرمه الرئيس المصري السابق المستشار عدلي منصور بمنحه قلادة النيل كأرفع وسام مصري عام 2013، وجاء رحيله بعد أشهر قليلة من وفاة صديقه ورفيقه في رحلة النضال الدكتور رفعت السعيد، حيث تزامل الراحلان في رحلة تأسيس بيت لليسار المصري. أيام قليلة بإذن الله ويهل علينا هلال شهر رمضان المعظم، وزارات كثيرة استعدت لاستقبال هذا الشهر، زي وزارة الأوقاف، زي وزارة التموين، وأيضا وزارة الزراعة. وزارة الزراعة لها منافذ عديدة داخل القاهرة الكبرى ومختلف المحافظات. وزارة الزراعة وزعت النهاردة بيان بعشرين سلعة هي بتطرحها في منافذها بأسعار تقل 20% عن مثيلاتها في الأسواق. أنا حابب أن أنا أقول لحضراتكم نماذج من هذه الأسعار، وإذا عجبتكم هذه الأسعار وشفتوها رخيصة، أنا بقول لكم أن السلع دي بتباع في منافذ وزارة الزراعة، ومحاولة من الوزارة للتخفيف عن كاهل المواطنين. وزارة الزراعة عاملة فرخة صالحة للشواء ب 28 جنيه، فرختين في طبق واحد ب 43 جنيه، يعني الفرخة ب 21 جنيه ونص، سعر كويس جدا. ده في وزارة الزراعة. عرض حمام سوبر سعر الجوز 55 جنيه، عروض خاصة للسمان السوبر ب 33 جنيه للجوز. الرز البلدي هيتباع ب 7 جنيه ونص في منافذ وزارة الزراعة. الفاصوليا البيضة ب 18 جنيه، نص كيلو عدس ب 10 جنيه. في عروض خاصة بقى على اللحوم، عاملين كيلو لحمة، كيلو مفروم، كيلو كبدة، 2 كيس ملوخية، 2 كيس فاصوليا، ده يبدأ من 215 ل 240، يعني انت تقدر ب 215 جنيه في منافذ وزارة الزراعة تشتري كيلو لحم وكيلو مفروم وكيلو كبدة و2 كيس ملوخية و2 كيس فاصوليا. ده عرض كويس جدا. عرض على الخضروات 30 جنيه بدلا من 45، وده لو انت هتشتري واحد خضار مشكل، واحد بسلة بالجزر، 2 ملوخية، 2 فاصوليا. وأيضا كيلو رومي بسعر 52 جنيه، البلح الوادي ب 25، لحوم مجمدة من 70 ل 85 جنيه، وعروض خاصة على البقوليات بتخفيض يصل ل 20%، وعروض خاصة على السمنة ومنتجات الألبان، السكر ب 8 جنيه ونص، لحوم بلدية كيلو ب 100 جنيه، لحوم ضاني كيلو ب 120، الكبدة سعر الكيلو 100 جنيه. أسعار معقولة فيها قدر من التخفيض مقارنة ببقية الأسعار الموجودة في المناطق المختلفة. أتمنى بقية الوزارات، بقية الهيئات يكونوا بيحاولوا يقدموا أسعار معقولة للمواطنين، ويعني وأتمنى من القطاع الخاص أن يمدوا يده، وأنه ما يتعملش مع المواطن أنه نهيبة ينهبها خلال هذا الشهر المعظم اللي بيزداد فيه حجم الاستهلاك. وأتمنى القطاع الخاص يقدم عروض. أنا مستعد في المصرف عندي، وإحنا قبل رمضان، إحنا أجازة في شهر رمضان المعظم، بقلنا أسبوع قادم، لو أي منفذ قطاع خاص هيقدم لي عروض زي كده يبعتها لنا،
واحنا هنعرضها باسمه. انا يهمني ان انا اقدم خدمة للمواطن وللمستهلك. اليومين اللي فاتوا صار حديث كبير حول نبات الكينوا، وهل هو الكلام المتداول ان الحكومة تنوي ان تطرحه للزراعة ليكون بديلا عن القمح، خاصة ان نسبة البروتين فيه كبيرة جدا، يعني قرأت انه تتجاوز ال 40%، بينما في القمح من 12 ل 14%. هل ممكن ان ننتج رغيف خبز من نبات الكينوا؟ طبعا انا مش خبير ولا علامة، الخبير والعلامة هيشرفني بعد شوية. ايضا فيما يتعلق بملف الزراعة، هل عندما قررت الحكومة تخفيض مساحة زراعة الارز بنسبة 30% وذلك بهدف تخفيف الضغط على المياه، خاصة ان الارز والبنجر بيستهلكوا 25% من اجمالي مياه نهر النيل اللي جاي لنا من اثيوبيا، بنتكلم في 14 مليار متر مكعب. هل ده حاجة غلط؟ مش الطبيعي ان احنا نرشد استخدامنا واستهلاكنا؟ طيب الاراضي اللي كانت بتزرع ارز هتعمل ايه؟ هل الفلاح هنا مضار؟ هل الفلاح محتاج نظرة من الحكومة؟ اسئلة كثيرة هطرحها النهاردة على ضيفي العزيز بعد الفاصل اللي هيشرفني، الخبير الدولي المعروف في مجال الزراعة استاذنا الدكتور نادر نور الدين. انتظرونا بعد الفاصل. نمنا صحينا على نبات اسمه الكينوا، هل هنبدأ كمصريين نحفظ هذا الاسم؟ الكلام المتداول لكن لسه مش عارفين نهايته ايه، ان الحكومة او وزارة الزراعة عايزة تزرعه، وبيقول ان ده ممكن يكون بديل للقمح، يقلل الضغط على القمح، كمية البروتين فيه اعلى، بس هل المذاق بتاعه يمشي معانا؟ هل انتاجية الفدان تعادل انتاجية الفدان من القمح؟ عندي قضية تانية تتعلق بتقليص مساحة زراعة الأرز وقصب السكر، هل تقليصها ده بسبب المية ممكن يؤثر على الفلاح اللي متعود يزرع ده في أرضه؟ طب لو ما تزرعش في أرضه هيعمل إيه؟ هل الحكومة هتعوضه؟ أسئلة كثيرة بطرحها على ضيفي الخبير الزراعي الدولي المعروف الأستاذ الدكتور نادر نور الدين. مساء الفل. اهلا يا استاذ محمد، مساء الخير. كل سنه وحضرتك طيب. انت طيب. ايام قليله ورمضان يهل، وزاره الزراعه عامله تخفيضات. نعم. ايه رايك في التخفيضات دي حقيقيه؟ يا رب، يعني يا رب تكون التخفيضات كويسه وكل من ييسر على الناس ربنا ييسر عليه. امين يا رب. نبدا كده بالكينوا، ايه نبات الكينوا دي يا دكتور نادر؟ شوف، نبات الكينوا احنا ما بنعتبروش زراعيا ان هو من نباتات الحبوب، يعني ما هوش زي القمح وزي الذره وزي الرز وزي الشعير. لا، ولا زي الشوفان، لا احنا بنعتبره شبيه بالحبوب لانه خالي من الجلوتين. الجلوتين الماده اللي لما بنطحنه بتعمل العرق، يعني مثلا ببساطه الرز مثلا محصول حبوب والقمح محصول حبوب، انما ليه انا ما بطحنش الرز واعمل منه الرغيف ولكن بطحن القمح؟ لان هنا نوعيه الطحين اللي بتخليه يتقرص ويخمر ويقب في الفرن ويدي الرغيف المعروف. اذا انه كل حاجه ربنا خلقها بقدر ولها مسارها، يعني فهي الكينوا محصول جاي من امريكا الجنوبيه، وكان بيزرع هناك في مناطق يسموها الانديانا اللي احنا ترجمناها اللي هي الهنود الحمر، يعني ان هم مش هنود ولا حمر، الانديانا، وهم كانوا عايشين عليه لانه بيطلع هناك على جبال الانديز وعلى الامطار، وفي ميزه ان هو غني قوي قوي في البروتين، الوحيد اللي بيصل البروتين فيه الى 50%، وكمان نوعيات الاحماض الامينيه اللي فيه مشابهه للاحماض الامينيه اللي موجوده في الحيوانات، لان دايما الاحماض الامينيه النباتيه بتبقى مش متكامله، عشان كده تلاقي الناس النباتيين يعانوا من نقص بعض الاحماض الامينيه اللي لازم تتاخد من الحيوان، فالكينوا موجوده فيها، وبالتالي ده بيبقى امل للجماعه النباتيين ان يلاقوا بروتين متكامل. القمح زي ما حضرتك تفضلت في التقديم نسبه البروتين فيه من 12 ل 14% تنخفض احيانا ل 11، نتكلم هنا على 50%. انما هم هناك بيستخدموه ازاي؟ هم هناك يطبخوه زي الرز، ما يعملهوش رغيف،
يعملوه زي الرز كده او زي البليله وشربوه ميه، يعملوه زي اخواتنا في المغرب ما بيقولوا عليه الكسكسي باللحمه والدمعه وكده، انما عمرهم ما يعملوه خبز ابدا. هو شبيه بايه؟ شبيه بالمكسرات، يعني هم علميا احنا نقول عليه اقرب للمكسرات منه الى القمح. انما عايز اقول لك ان الامم المتحده عملت عام سنه 2013 وسمته العام العالمي للكينوا، علشان نشوف بقى الامم المتحده بكل منظماتها بكل امكانياتها عايزه تنشره في العالم، بالذات في الدول الفقيره اللي بينتشر فيها امراض الانيميا وعدم قدره المواطنين على شراء اللحمه، فكانوا ياخدوه يطبخوه كده زي الرز او يعملوه زي الكسكسي وياكلوه. ومع ذلك فشلت فشل ذريع ولم يخرج من امريكا اللاتينيه الا الى دوله افريقيه واحده هي كينيا في مصر، ويعني هو المحصول بتاعه بيجيب حوالي 350 كيلو بس في الفدان. الفدان فده قليل، دي البذور بتاعته بتبقى البذور بتاعته محمره شويه، ودي السنابل بتاعته احمر وبيج، ودي بعد ما تتقشر وتتجهز وتتعمل بقى كده مع السلطه، هم هناك يسلقوها ويعملوها مع السلطه ينبتوها او ياكلوها زي الرز او زي، انما عيش لا. عايز اقول لك كمان ان الاسعار، يعني مصر مثلا لما بتيجي تعمل الرغيف بتاع القمح بتعمله من القمح اللي سعر الكيلو ما بين 4 ل 5 جنيه. طب سعر كيلو الكينوا في السوق العالمي 3 دولار ونص، يعني 70 جنيه. فهل هنعمل الرغيف من دقيق ب 70 جنيه كيلو؟ براجع لان انتاجيه الفدان قليله. انتاجيه الفدان قليله وهي زراعته نادره، يعني هو عشان موجود في دول امريكا اللاتينيه بس، ولما خرج بره ما ثبتش نجاح في محاوله زراعته، فالدول اللي بتنتجه يمكن يعني بيرو والدومينيكان والدول اللي بالثلاث دول كبار بيصدروه كميات قليله، فسعر الكيلو منه ب 70 جنيه. فانا كدوله اقتصادياتي بستورد حتى قمح درجه ثانيه عشان اصنع منه الرغيف، لان انا مش دوله بتروليه زي دول الخليج اجيب قمح درجه اولى وقمح درجه ثانيه مرضي وكويس ما فيهوش حاجه، عشان الكيلو بخمسه جنيه او هستبدله بالكينوا ام كيلو 70 جنيه. طب ايه السبب اللي خلى وزاره الزراعه تطلق حمله كده؟ شوف هو في نطاق وهي بقى هنا المشكله، اما اقول حمله قوميه، حمله قوميه يظن منها ان انا هزرعه في الارض السمراء، هقول للفلاحين ازرعوه، هو ولا محصول شتوي زي القمح كده ويتحصد في نفس الميعاد في ابريل ومايو. طب انا عندي الموسم الشتوي مشكله في مصر لان دخول البرسيم مع القمح منافسين اقوياء جدا، وزي ما انت فاهم ان الفلاح في بلدنا يزرع لبهايمه اكتر ما يزرع لنفسه، فبيزرع البرسيم ويفضله عن القمح. ليه؟ عشان المواشي اللي عنده الراسين ثلاثه اللي عنده ده راس ماله، البرسيم بيدر اللبن يخليه يزود انتاج اللبن، واللبن ده عند الفلاح يعني يبيعه او يعمله جبنه او زبده او قشطه، يعني يقدر ياكل منه هو وولاده، فبيمثل اهميه كبيره عند المزارع. فزراعه البرسيم في مصر خلتنا اكبر مستورد للقمح في العالم. ليه؟ لان انا مش دوله مراعي عشان اربي حيوانات، بره في العالم كله يعني اثيوبيا عندها 100 مليون راس ليه، والسودان 70 مليون، وتنزانيا عندها مراعي خضراء طبيعيه المواشي تاكلها. لا ما يعني ايه ما بترويهاش زينا، احنا عندنا الاعلاف مرويه بتاخد مننا ميه وبتاخد مجهود وبتاخد اسمده، انما هناك ربنا بعت لهم الامطار الغزيره تطلع منها الحشايش طالقين فيها المواشي، هي بتتكاثر وتخلف ولهم دريانين بيها، لما يبداوا بعد كده يبيع بقى بعد كده وتعرف التصدير، بدات اثيوبيا تصدر والسودان تصدر وتنزانيا تصدر. اذا انه المواشي وفي اوروبا كمان لازم تطلع على المطر، يمكن احنا من الدول القليله جدا في العالم اللي بتزرع الاعلاف على ميه الري، وبالتالي ده علشان اغذي 8 مليون راس اللي عندي بقيت اكبر مستورد للقمح في العالم، ومش عارف هزرع مثلا اتوسع في زراعه البنجر لانه شتوي برضه، فبستورد 32% من السكر في الموسم الشتوي، الفول والعدس شتوي مش عارف ازرعهم، فبقيت استورد 70% من الفول و100% من العدس. في عدم قدرتنا على الزراعه؟ لا مش عدم قدرتنا، مفيش مساحات، انت ارضك محدوده، فتقدر تقول انه كل الاراضي متقسمه نصها برسيم ونصها قمح، او تلتينها برسيم والتلت بس هو القمح، والباقي مصانع البنجر تعافر مع الفلاحين وتديهم سعر عشان يزرع البنجر بدل ما يزرع حاجه من دول بنجر السكر. وبعدين الفول والعدس راحوا في الرجلين، طب اما اجي ازرع الكينوا بقى هزرعها فين؟ والكينوا نبات شتوي. شتوي، يبقى انا هنا لما اجي اتكلم عن الكينوا بقى اتكلم عليها في اراضي مش الاراضي المستصلحه كمان ما نطلق عليه في مصر او علميا الاراضي الهامشيه، الاراضي التي لا تصلح لانتاج الغذاء،
يبقى هنا اروح، لان الكينوا ده في ميزه انه يتحمل الملوحه، يتحمل الارض الوحشه، الميه الوحشه، ترويه بميه صرف زراعي، صرف صحي، ماشي. يبقى انا هنا لو اتكلمت على الاراضي الهامشيه اللي في مصر وهي كتيره وعندنا منها حوالي 15 نوع في مصر، نقدر تزرع الكينوا هنا كمحصول، بس هتعمل بيه ايه؟ كمان احنا دلوقتي العالم كله بيقول لك التسويق يسبق الزراعه. انا عايز ازرع حاجه عايز اعرف لها سوق ولا لا؟ يعني بدل يعني احنا اسعار الطماطم بتقع في مصر ليه والبطاطس في مو عشان ما فيش مايسترو بيقول لازم الفلاحين ما تزيدش زراعه الطماطم على قد كده عشان السعر ما يقعش والبطاطس السعر ما يقعش، لا كله بيزرع اللي هو عايزه. منذ القرار للاسف اللي طلع سنه 93 بتحرير الزراعه المصريه ماشيا مع تحرير التجاره العالميه، بدا الفلاح اتلغى التوريد الاجباري، اتلغى الدوره الزراعيه، اتلغى الزمامات، يعني كانت الدوله تيجي تقول ان القريه دي كلها واللي جنبها هتزرع قطن السنه دي والسنة الجاية هتزرع ذرة أو هتزرع محاصيل زيوت، دلوقتي اتلغت الدورة الزراعية. فاحنا سايبين المسألة للفلاح، فهو كمان لما أجي أزرع كينوا لازم أجس السوق العالمي. هل السوق العالمي مشبع بالإنتاج الحالي ولا يتحمل إنتاج جديد من مصر؟ طب لما تيجي الدول اللي بتستورد وإيطاليا بتستورد وهولندا وإسرائيل جنبنا بتستورد منها كميات كبيرة، هل هيرضوا يستوردوا من مصر ولا هيفضلوا يجيبوه من الموطن الاصلي في امريكا الجنوبيه؟ يبقى كان لازم كمان اسوق. يبقى اذا انا هستخدم اراضي ما الدوله لا تزرعها وبالتالي هتبقى اضافه للاقتصاد جديده ما كانتش موجوده، بزرع ارض جديده بطلع محصول جديد عشان اصدره، انما عشان اعمل الرغيف من دقيق الكيلو بتاعه ب 70 جنيه يبقى هعمل كمان الرغيف ب 70 جنيه. يبقى هنا ما ينفعش. مستحيل. مستحيل طبعا ورا ب10 جنيه. لكن اقدر اصدر الكينوا لو زرعتها؟ لا، لو عرفت تسوقها. ما انت عندك دلوقتي مثلا القطن طويل التيله انت مش عارفين يسوقه بقالنا 5 سنين وعمال تتراجع زراعته لان الطلب العالمي على قصير طلب قل. ليه؟ لانه كله بقى قصير التيله. النهارده رجل الاعمال نازل من عربيه فخمه للغايه انما لابس بنطلون جينز وتيشيرت، بقى ده ايه؟ قطن قصير التيله. فاذا ملابس الاغنياء وملابس الفقراء راحت، طلاب الجامعه كله كاجوال كله قصير التيله، اذا بيكاد ينحصر طويل التيله في الملابس الداخليه للفنانين وعليه القوم وكده يعني. فبالتالي انا دلوقتي لازم اسوق الحاجه الاول علشان ما اقولش انه زي ما حصل في القطن طويل التيله ازرع مساحات من الكينوا وما اعرفش ابيعها بعد كده، لان مش هعرف ابيعها في مصر ب 3.5 دولار للكيلو لاي مستهلك. ما عادش هيشتريها. يبقى اذا املنا لو زرعناها في الاراضي الهامشيه والاراضي النائيه ان انا علشان اصدرها دول اوروبا قريبه مننا، دول الجيران الشرقيين قريبين، اذا ارادوا ان هم يشتروا من مصر ويوفروا المسافه من امريكا الجنوبيه البعيده عليهم، يبقى نبدا ساعتها نخطط لزراعتها. فالمبدا العالمي الحديث ان التسويق يسبق الزراعه. وده حصل مع الكينوا في مصر؟ ابدا. هو للاسف احنا فوجئنا كده، نمنا وصحينا ولقينا وزاره الزراعه بتقول الحمله القوميه لاحلال القمح بالكينوا. يا اخوانا لا، الكينوا ما بتعملش عيش والكينوا غاليه جدا. يبقى لازم هنا كان نفكر ونقرا، يعني قبل ما اطلق حمله قوميه مسؤوله عنها وزاره في الدوله كان لازم اقرا كل حاجه عن الكينوا، انتاجها في العالم وتصديرها واسواقها وسعرها العالمي، وهل هي تنفع تتخبز ولا لا، هل فيها عرق ولا ما فيهاش، هل هي حبوب ولا هي مكسرات، والعالم بيستخدمها في اكل ازاي، واحنا نعمل. فبالتالي هنا ما اعتقدش ان الحمله وانت تلاحظ بقى لها اسبوع كده خمدت او وقفت يعني. الفلاح يعني حتى ما علقش عليها. ما علقش لانه اولا الفلاح عمره ما يمشي ورا المجهول، انت عشان تيجي تقول لي ازرع الكينوا لازم تقول لي انك هتاخدها مني وهتاخدها مني بكام، ولا هتسيبني ازرعها وتوحلني اجي ابيعها ما اعرفش ابيعها لحد. يبقى لازم هنا او هتسلمني المستورد يجور عليا ويديني السعر. لازم الدوله لما تيجي تدخل محصول جديد تحط سياسات طمانه للمزارع، اما تديله حوافز للزراعه او حوافز للتوريد. الاثنين دول هم اللي خلوا الفلاح يسمع الكلام لانه ضامن فلوسه قبل ما يزرع. انما اعلن عن حمله قوميه دون جدول زمني او كده زي ما بنقول القرار التنفيذي ما طلعش او الحيثيات ما طلعتش، لا الفلاح طبعا لا هو اطمئن ولا اعتقد وزاره الزراعه كانت محقه، لان حتى الامم المتحده في حملتها لانتشار الكينوا فشلت فشل ذريع عام 2013 ولم تستطع نشرها في العالم. طيب نفس وزاره الزراعه بالتنسيق مع وزاره الري خدت قرار بتقليص زراعه مساحه الارز. نعم. يعني تقليص مساحه زراعه الارز
وطبعا العنوان الكبير هو حصة مصر من المياه، وان احنا داخلين في مرحلة الفقر المائي اللي هي 500 متر مكعب للمواطن سنويا. لكن بعض الفلاحين ونلتمس ليهم العذر شافوا ان هم تضرروا من هذا القرار. تعليق حضرتك. شوف انا كنت في ندوه مع وزير الري في وزاره الثقافه في مناقشه عامه مع الجمهور حوالين هذا القرار، هو وانا هو بيقول وانا برد عليه او انا بقوله وهو بيرد عليا. اولا لما اجي اقلص مساحه اي محصول لازم ده يكون تدريجيا وليس مره واحده. يعني انا السنه اللي فاتت زرعت 1,600,000، حاولت السنه دي هزرع 1,400,000، والسنه الجايه هزرع 1,200,000، وبعدين انزل لغايه 1,000,000 علشان خاطر يا اهالينا الميه عندي قليله. انما نشوف بقى كمان دي بقى هنا ما ينفعش انك تاخد قرار 50% مره واحده، بدل 1,600,000 انزل ل 700,000. الوزير تبريره انه بيقول انه السد العالي نفسه لما اتبنى كان القرار بتاع يعني احد الحيثيات في بنائه هي زياده المساحه المنزرعه بالارز في مصر الى 700,000 فدان فقط، فاحنا بنعود الان الى حيثيات بناء السد العالي. بس السد العالي لما اتبنى في الفتره من 61 الى 71، لما انتهى 71 كان عدد سكان مصر 30 مليون بس، من النهارده بنتكلم في 104. يبقى اذا المساحه دي اللي كانت تكفي 30 مليون مش هتكفي ال 104، بالدليل انها زادت، وكون ان السكان تضاعفوا 4 مرات ومساحه الرز ضعفت مره واحده، يبقى اذا انا عندي هنا مراكز بحوث وجامعات شغاله كويس بترفع انتاجيه الرز باستمرار. يبقى دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه انا ببص ميه الرز دي راحه في مكانها ولا مش راحه في مكانها. يعني انا دلوقتي كان زمان بيجي الفيضان لمد يغمر اراضي الدلتا 3 شهور في السنه، فيغسل تراكمات الاملاح ويغسل الاسمده ويغسل الملوثات، ولو في ميه مجاري راحت الارض بتتغسل. دلوقتي انا اراضي الدلتا دي راس مال مصر عشان تبقى يعني مساحتها 4.5 مليون فدان، الاراضي السمراء 4.5 من اجمالي 6 مليون الارض السمراء، فانا بتكلم على انه و2.5 مليون الباقيين اراضي في الصعيد. لا الصعيد كله من الجيزه لغايه اسوان 2 مليون فدان، والدلتا لوحدها 4.5، عشان كده ساكن فيها 55% من سكان مصر في 8 محافظات، وكل ال 20 محافظه التانيين ساكن فيها 45. اذا تكدس سكاني، اذا الناس بتاكل عيش من اراضي الدلتا، بتطلع 72% من انتاج مصر الزراعي، يعني هي راس مالنا الزراعي الزراعيه. اذا انا بتكلم على ارض هي راس مالنا الزراعي لازم احافظ عليها. اللي بيحصل انه وزاره الري بتستخدم 10 مليار متر مكعب من ميه الصرف الزراعي اللي هي ميه غير جيده، اللي هي ميه راحت الارض غسلتها شالت الاملاح متبقيات المبيدات الاسمده وراحت بيها على الصرف، وانا برجعها تاني للارض. مش معمول لها ريسايكل انجاز التعبير؟ لا، بيعمل لها خلط شويه في ميه الترع، يعني بعض المناطق فيها خلط وبعض المناطق استخدام مباشر. وتقدر تقول ان زراعات الرز من 80-90% بتروى بميه الصرف الزراعي على طول، لان الرز نبات متحمل لاملاح الميه والنوعيات السيئه للارض وللميه، فحتى لو الفلاح بيرويه بميه مصارف زراعيه بيطلع وبيدي محصول كويس. هو المحصول الوحيد في الحبوب اللي بيدي 4 طن، يعني القمح بيدي 2 طن بس. للفدان؟ اه الفدان، انما الرز بيدي 4 طن. فبالتالي بنعتبره انه ده حاجه عاليه. طب اذا كان القمح وده شتوي خلي بالك والرز صيفي، اذا كان القمح بياخد 2,500 وبيدي 2 طن يبقى من حق الرز ياخد 5 عشان بيدي 4 طن. كمان كيلو القمح ب 4 جنيه انما كيلو الرز ب 10 جنيه. والنوع الكسر الدرجه الثالثه اللي حضرتك الاسعار اللي قلتها ب 7.5، اللي هو بقى المضارب الشعبيه التعبانه اللي بتكسر الرز وهي بتضربه دي. يبقى اذا كمان بتكلم على سعر اقتصادي. انما الاهم بقى أراضي الدلتا بتتلقى كمية كبيرة من الأملاح والملوثات من مياه الصرف الزراعي، نص مية الري في الدلتا صرف زراعي اللي هو 10 مليار متر مكعب. بتتلقى كمية كبيرة من الأملاح من البحر المتوسط، عمالة تنشأ عليا مية أملاح سواء بالرذاذ الملحي أو بموجات المد أو تملح المياه الجوفية، والمياه الجوفية تنشأ على اللي فيه، يبقى لازم تتغسل باستمرار. طيب أنا النهاردة الإحصاءات الرسمية اللي في دراسة عملها البنك الدولي في مصر من سنة 2010 ودراسات أخرى اتعملت باحثين في مصر، تلت أراضي الدلتا أصبحت أراضي عالية الملوحة قليلة الإنتاجية. تلت متوسط العام 37% من أراضي الدلتا أراضي ملحية أصبحت ضعيفة الإنتاجية.
اراضي الساحل الشمالي بقى، الاراضي المجاوره للبحر المتوسط، اراضي كفر الشيخ ودمياط وكل بقى المحافظات اللي بتطل على البحر واللي فيها مناطق زراعيه من اول اسكندريه للرشيد وانت ماشي كده لغايه الشرق في بورسعيد، الملوحه فيها 47%. يعني لازم تتغسل كل سنه. الرز الوحيد اللي بيغسل، الرز الوحيد ان طول ما في ميه نازله من فوق لتحت يقوم ميه البحر مش عارفه تخش عشان في ضغط هنا في ميه نازله فترجع ميه البحر لورا. طيب انا عندي على الاقل حتى انه المتوسط العام للتمليح في اراضي الدلتا 37%، يعني تلت اراضي الدلتا مملح وضعيفه الانتاجيه، يبقى لازم ازرع تلتها بالرز. التلت ده من الاربعه ونص مليون فدان، تلت الاربعه ونص يبقى كام؟ مليون ونص. يبقى لازم زراعات الدلتا علميا عشان تحافظ على ارضك الزراعيه ما تزرعش اقل من واحد ونص. كمان ده استهلاكنا المحلي من الرز، المواطن بياخد 40 كيلو في السنه من الرز، وده اقل على فكره من المعدل العالمي. المعدل العالمي 65 كيلو، يعني المواطن المصري مشكورا ما بيستهلكش كتير من الرز. يعني ما علشان بيستهلك كميه اكبر في القمح، لا برضه اقل، برضه مظلوم، لانه احنا مثلا مستهلك المواطن في مصر على حسب الجهاز المركزي للتابعه والاحصاء بيقول 160، وزاره الزراعه بتقول لا 180 في القمح. انما المغرب 220 كيلو للفرد، ايطاليا 215 للفرد، مكرونه يعني برضه مكرونه وعيش. يعني انا برضه هنا بتكلم على انه ساعات بنتحامل على المواطن المصري في انه اعلى استهلاك للعالم في الرغيف، لا مش اعلى ولا حاجه، لا في القمح ولا في الرز، ده المواطن المصري معتدل جدا في اكله يعني. ف نرجع ليه ان لازم زراعه الواحد ونص مليون. يبقى انا عندي المواطن بياخد 40 كيلو في السنه، 40 كيلو رز ابيض. ال 40 كيلو دول لما تضرب 40 في 100 مليون يبقى انت عايز كام؟ يبقى انت عايز 4 مليون رز ابيض، يطلعوا من 6 مليون رز شعير، لان نسبه التصافي 65%. الرز في الزراعه بيطلع زي حبه الشعير كده مغلف، يخش المضرب يتقشر وياخد جير عشان ياخد اللون الابيض. يبقى عايزين ايه؟ 6 مليون رز شعير، والفدان زي ما قلنا بيجيب 4 طن، يبقى هم دول 1.5 مليون فدان. يبقى انا بتكلم على ايه؟ طيب يبقى اذا انه اول تداعيات عدم زراعه الرز ان مصر هتستورد نصف 50% من احتياجاتها من الرز من الخارج، وارتفاع نسبه الملوحه مش هتخسر، والاراضي هتبدا تبور تدريجيا وتضرر الفلاح. سنين الفلاح صعبان عليه ايه؟ انه بيشوف الارض بتاعته بتتدهور قدامه وهو مش قادر يعمل حاجه. يعني انا ما بروح الفلاح بقول له انت ليه مش عايز تنصاع، يقول لي بص يا دكتور، ويمسك الارض بايده يهيشها لي كده، يقول لي بص الارض فككت ازاي من بعضها. طب خليني اطلع فاصل قصير لان لازم نطلع فاصل، وبعد الفاصل ناخد من حضرتك رؤيه او تصور لحل المعضله دي، ما بين نعمل توازن ما بين وجهه نظر الدوله والفلاح. والفلاح بعد الفاصل. كيف نوازن بين وجهة نظر الدولة الحكومة وزارة الزراعة وزارة الري بتقليص مساحات المحاصيل الشرهة لاستخدام المي، وأيضا بين وجهة نظر الفلاح الذي ستدار أرضه إذا تم تقليص مساحة الأرز؟ الإجابة عند ضيف وضيفكم الليلة الأستاذنا الدكتور نادر نور الدين. هو طبعا لازم نستمع للفلاحين، ولازم يكون في حوار ما بين الدولة والفلاح للإقناع ان احنا مواردنا دلوقتي هتقل شوية لو اثيوبيا بدأت تخزن السنة مواردنا المائية مواردنا المائية لو اثيوبيا بدأت تخزن، يبقى لازم نعرف ان هيتخصم من حصة مصر والسودان لمدة 3-4 سنوات على حسب ما يتفقوا مية، يبقى ده يستلزم معانا ترشيد، يستلزم معانا تغيير بعض السياسات الزراعية اللي منها النباتات المستهلكة او علية الاستهلاك للمية زي الرز زي قصب السكر زي الموز وزي البرسيم كمان. الدولة كمان هتخش بعد كده في الصدام مع الفلاحين لما تقول له قلل البرسيم، مش هيبقى برسيم شره طبعا لانه بياخد منه 5 بطن ولا حاجه، فيعني 5 حشات يعني عشان يبيع وياكل مواشيه. فهو الرز اولا الدولة يعني لما هتقلل مساحته، طب ما هي مية الصرف الزراعي هتقل لان اغلبها رايح من مية الرز، فانت عامله حسابك ان انت هتستخدمي 10 مليار متر مكعب، هتلاقيهم بعد كده بقوا 7. لما اجي اقول ان انا هوفر 7 مليار، طب هو انا الرز ده لما مش هزرعه هزرع مكانه محصول
ولا هسيب الارض بور؟ هيتزرع مكانه محصول. طب المحصول ده مش بياخد ميه؟ يبقى انا مش هوفر 7 مليار، قول حتى هزرع محصول بياخد نص ميه الرز، يبقى انا 3 مليار بس او 3.5 مليار اللي هي استهلاك الذره مثلا او المحصول الجديد اللي انا هزرعه مكانه. انما الحل البديل ان الدوله تقول للمزارع طيب انا النهارده بستورد 8.5 مليون طن ذره صفراء عشان الاعلاف والدجنه والحيوانيه، ازرعوا لي ذره صفراء مكان الرز وانا اتعهد ان انا هتوردوها للدولة بسعر مجزي لا يقل ربحيته عن ربحية الرز، وبالتالي حتى لو الدولة دعمت هذا السعر يبقى ده احد خطوات ان انا بخلي الفلاح يتحول الى زراعة الذرة الصفراء. او يا اخوانا محاصيل الزيوت اللي البلد بتستورد منها 100%، انا عندي في الصيف فول صويا وعباد شمس، من فضلكم تزرعوا لي فول صويا وعباد شمس، وعندي 16 مصنع زيوت في مصر، هتوقف استيراد الزيوت الخام وتتعاقد مع الفلاحين على توريد انتاجهم من بذور عباد الشمس وفول الصويا، يبقى هنا الفلاح ضمن انه هيبيع محصوله زي البنجر زي القمح زي الذره. استهلاكها في الميه قد ايه؟ 3500. والرز على فكره مش زي ما وزاره الري بتقول 8000، لا الرز من 4000 ل 5000، وبعدين بيقعد 4 شهور بس في الارض، وبعدين ما تجيش بقى الدوله تقول هوفر في الرز وتوسع في القطن، القطن بيقعد 9 شهور في الارض فبياخد ضعف ميه الرز، او تقول عايز اربي مليون راس ثروه حيوانيه، ده الراس الواحده في فدان تاخد 5000 متر مكعب عشان تربي الراس يبقى عمره 30 شهر. راس البقر او الجاموس. يبقى اذا كمان لازم كل السياسات الزراعيه نعمل سياسه جديده لترشيد متكامله وتراعي انه الحفاظ على الارض الزراعيه من التدهور او انها تتصحر او ان دخل الفلاح يقل او انه تخرج الارض كلها بره نطاق الانتاجيه الزراعيه ونندم بعد كده. طيب خلي بالك نقطه، معلش هسالك يعني نقطه مهمه قوي في الرز، لما الرز يقل انتاجه ومصر هتستورد الباقي من بره، المواطن المصري جرب الرز المستورد وما عجبوش، الجاي من الهند والفلبين البديلين الوحيد اللي بيزرعوا الرز قصير الحبه مش الرز البسماتي اللي شائع في العالم، وقالوا عليه رز بلاستيك وبيمضغ ويتجمد لما يبرد ما تنفعش الام تسخنه لابنها. يبقى معناها ان المواطن المصري هيعمل ايه؟ هيروح لبديل الرز، بديل الرز اللي هو ايه؟ المكرونه. مكرونه بصنعها من القمح اللي انا بقيت كنت اكبر مستورد، ودلوقتي اندونيسيا دخلت بقت اكبر مستورد ومصر الثاني لان عدد سكانهم بقى 270 مليون، تخلينا عن الاكبر في الفتره الاخيره. يبقى هزود استهلاكي من المكرونه، يبقى هيزيد استيرادي من القمح لان ده البديل بتاع الرز، او هيروح للرغيف يبقى هزود كمان استيرادي من القمح. ولازم كمان الدوله تبص ان الغذاء ده دوره متكامله، الام بتقدم لابنها طبق رز ما بتديلوش رغيف معاه، انما مش فيش طبق رز يبقى فيه رغيف معاه ياكل بقى معاه بقول طعميه فول بطاطس حاجه، او مكرونه اللي انا بستوردها من بره. فبرضه تخلي بالها ده هيبقى ضغط على العمله الاجنبيه، اذا كان الحسابات انتوا عاملين حسابها انها هتمشي صح وميه الصرف اللي هتقل صح، خلاص نتوكل على الله، بس اقنعوا الفلاح انك مش هتخسر من عدم زراعه الرز او من تقليص مساحاته، وان انا هتزرع الذره الصفراء او محاصيل الزيوت وهشتريها منك اجباري زي ما الدستور بيقول في الماده 29 ان الدوله مسؤوله عن استلام المحاصيل الاستراتيجيه من الفلاح وبسعر مجزي. يعني ما تجيش تقول له سعر في البورصه العالميه كام؟ طب افرض السعر منخفض في البورصه العالميه عشان المضاربين يوقعونا وما نزرعش، وبعدين نيجي ما نزرعش السنه الجايه ضعف الاسعار. لا، الدستور بيقول ان انا لازم ادي الفلاح 50% ربح من راس ماله. الفلاح بيتكلف عليه مثلا 8000، يبقى انا هشتري منه المحصول ب 12000. يبقى هنا كمان براعي عشان اشجع الزراعه وعدم البناء على الارض والتفريط فيها ان انا اديله سعر مربح. طيب هل ده ينطبق ايضا على قصب السكر اللي هو شارف في استخدام الميه؟ فدان قصب السكر بيستهلك في السنة ما بين 10 ل 12 ألف متر مكعب، يعني نقدر نقول ان هو زي الرز يعني في حدود ما بين 5000 في الموسم، يعني موسم الشتوي والموسم الصيفي. انما اولا انا عندي خبرات كبيرة قوي في الصعيد في زراعة قصب السكر، زراعة هعمل ايه في الخبرات دي؟ هقول لهم فجأة ما تزرعوش؟ ثانيا هم في اول زراعة قصب السكر في شهر يناير بيعمل ايه؟ بيبقى لسه العقلة صغيرة ما طلعتش عود، فبيزرع تحت منها طماطم، بيزرع بسلة، بيزرع يعني ياخد عروة شتوي يبيعها عشان يبقى عنده فلوس في العروة الشتوي، لان المحصول بيطلع بعد سنة في قصب السكر. ثالثا ان احنا لازم نخلي ان قصب السكر ده بيجيب ايه من وراه؟
28 صنعة يا أستاذ محمد شغالة على قصب السكر. قصب السكر. أمال إيه؟ يعني كل الخل اللي في بيوتنا ده جاي من مصانع قصب السكر. الكحول الأبيض السبيرتو الأبيض اللي في كل المستشفيات الطبية مصر عاملة اكتفاء ذاتي منه وبنصدر منه كميات كبيرة ومصنفين إن إحنا أكبر عاشر أكبر مستورد في الإيثانول اللي هو كحول الإيثايل أو كحول الأبيض من قصب السكر. العسل الأسود. الملاس اللي بيتعمل منه حاجات كتير، سكر النبات 28 صنعة، حتى الطينة اللي بتطلع من مصانع عصب السكر طلعت سماد عضوي جيد جدا للأرض الزراعية، فبدل المصانع ما كانت بتديها للفلاحين في الصعيدة بتترجاهم ياخدوها ببلاش، لما لقيت الفلاحين لما حطوها لأرضهم زاد الإنتاج والأرض بقت خصبة بدأت تبعها لهم الطن. يبقى ليس من مصلحتنا تخفيض مساحات قصب السكر. يبقى هنا الأول بدور على 28 صنعة دي اللي لما عمالة كبيرة هيروحوا فين؟ دي حاجة. الحاجة التانية إنه فدان قصب السكر بيجيب محصول سكر قد 3 أفدنة من البنجر. يبقى اذا كل فدان قصب هوفره او هقلعه هزرع مكانه 3 افدنة بنجر عشان اخد نفس الانتاجية. هل عندي ارض لكده ان انا ازرع ان انا 3 اضعاف المساحة؟ الاجابة لا. ثانيا طب البنجر ده هزرعه في الصعيد، لو زرعته في الصعيد هياخد مية اكتر لان هو ده محصول منطقة باردة يزرع في الدلتا. يبقى هو الفرق حوالي 500 متر مكعب ما بين زراعة البنجر والقصب. لو زرعته هناك هياخدها، انت عارف في الصعيد عشان الدنيا حر المحاصيل هناك، يعني القمح اللي بياخد 2500 متر مكعب في الدلتا بياخد من 3.5 ل 4000 متر في الصعيد في اسوان وقنا عشان الجو اكتر حراره واكتر جفافا كمان. فده مش معناه ان انا بقى ابطل زراعه في الصعيد، لا، انما بس براعي الكلام ده. طب البنجر اللي انا هضاعف الانتاج 3 مرات وال 28 صنعه والكحول والخل والعسل الاسود والملاس وحتى المقشات بتتحشي من جوه مصاصه القصب وبيولعوا بيها الافران هناك فما بيكلفوش الدوله حاجه. فاذا النتيجه اذا انا بتكلم على انا دلوقتي عندي في مصر 350 الف فدان قصب سكر فقط، دي مساحه صغيره، وعندي اكتر من 550 بنجر. طيب خلاص المشكله ان في توازن اهو، انا مش كل المساحه اللي عندي قصب، وبعدين انا عندي عجز 32%، فقال انا قادر اضاعف مساحه البنجر 3 مرات عشان تحل محل القصب، ولا قادر ان انا عندي مساحات في الدلتا، لان خلي بالك ان البنجر ايه شتوي، واحنا قلنا الشتوي فيه ايه الصراع اللي هو ما بين القمح والبرسيم والبنجر والفول والعدس، فالارض مش سايعه كل الشتوي. فهل انا عندي فراغات في الشتوي ازرع البنجر مكان البرسيم مكان القصب؟ طب هزرع ايه في الصعيد بقى مكان القصب؟ عايزين ندور على محصول يكون ينفع شتوي وصيفي. احنا قلنا القمح بياخد 1500 متر زياده، هيزرع الذرة الرفيعة دي الذرة العويجة صيفي مش شتوي. اذا له ما لها مخاطر كتيرة. نفس الكلام في الموز، لما يجي اقول طب انا ايه هقلع مزارع الموز ولا بمنع مزارع الموز؟ انا عندي انتاج فايد من الموز في مصر وده كان غلط، وفي نفس الوقت رغم ان انتاجك من الموز وفير لان الموز ده مفروض محصول شتوي دلوقتي موجود طول السنة، وفي الصيف بيبقى سريع الفساد يعني الموزة تسود بسرعة في الحرارة، ما اوقفناش استيراد الموز من الخارج. الموزه اللي بتتباع الكيلو ب 30 ل 40 جنيه، طب ما كنت وقفته عشان الناس تستهلك انتاجنا المحلي ده وما يروحش في الزباله وما بقاش خساره على البلد. بتتكلم ان انت محتاج سياسه متكامله، محتاج اعاده هيكله السياسه الزراعيه المصريه، فيها اقناع، فيها حوافز للفلاح، فيها حفاظ على الارض الزراعيه، فيها ان انا دلوقتي زي ما جبنا سيره الكينوا، انا هل ازرع للتصدير ولا ازرع للاكتفاء الذاتي؟ هل اكل شعبي الاول ولا اكل بره؟ طب لو انا عايز اصدر يبقى لازم المحصول اللي هصدره من فدان يشتري لي مثلا قمح فدانين، ما يشتريش نفس الفدان، لان لو كان كده كنت زرعت القمح ووفرت دولارات. طيب هو انا عايز اسالك سؤال، هي مصر دوله زراعيه؟ هي مصر دولة زراعية من عهد الفراعنة، وقت أن كانت نصيب الفرد من المية في مصر 8.5 مليون فدان، ده هسميها دولة زراعية. أيوة 8.5 مليون فدان بالنسبة اللي كان عدد سكاننا في الثورة، لو أنت فاكر في فيلم رد قلبي لما قال له أنا و23 مليون مصري بنعاني، يبقى إذا كان عدد سكاننا 23، النهاردة لما بقينا 100 أنا الأرض الزراعية ما عادتش كفاية علينا، عشان كده بستورد 60% من أكلي من بره.
طيب لو انا عندي عملات اجنبيه وفيره استورد، انما لو عندي عملات اجنبيه مش وفيره يبقى لازم ازرع اكلي على قد ما اقدر عشان اوصل للامن الغذائي مش الاكتفاء الذاتي. للامن الغذائي انه يبقى متوفر، انتج اغلب اكلي واستورد اقل من الخارج عشان ما اضطرش استورد باي ثمن، لان انت لو في بقاء مفتوحه لازم تاكل، ما تقدرش تاخر. طب الصحراء، الارض الصحراويه الكبيره بتاعتنا مليون كيلومتر مربع، تبقى للزراعه ولا للصناعه؟ شوف الاساس في الزراعه الميه مش الارض، الارض تيجي درجه ثالثه، الميه الاول والطاقه نمره اتنين، لان انت عايز تجيب الات زراعيه هتشتغل بالسولر عشان تجيب جرار عشان تجيب موتور ميه عشان كل ده عايزه وقود، عايز تعمل اضاءه في المزرعه غير، ويبقى اذا الاول الميه. عندنا ميه في الصحراء ولا لا؟ طب على عمق قد ايه؟ يعني انا مثلا لو في بعض مناطق في الواحات ما اشتغلنا فيها لقينا الميه على عمق 1200 متر. تخيل 1200 متر يعني ما يعادل كيلو وربع. لا يعني لو تخيلت مثلا عمارة، يبقى عمارة ارتفاع 40 دور. 40 دور دي تعوز موتور قد ايه؟ الموتور ده هيستهلك كهرباء او سولر قد ايه؟ 1200 يبقى 400 دور. لو الدور 3 متر. يبقى اذا بتكلم على ناطحة سحاب 400 دور، دي هتطلع موتور قد ايه عشان يطلع لك المية؟ ياخد قد ايه؟ فلما تيجي تطلع المية بس تكلفني 10-12 جنيه، بينما عائد المتر المكعب من الزراعه 5-7 جنيه. يبقى اقول لا، يبقى هنا ما استخدمهاش في الزراعه بقى، زي ما انت برضو تفضلت استخدمها للصناعه. هنا بقى اروح للصناعه ليه؟ لانه الصناعه بتاخد ميه قليله وبتدي دخل اعلى، وزي ما حضرتك قلت ان الفدان ان انا عشان اشغله زراعه ياخد من 2-4 عمال متوسط طول السنه يعني. انما المصنع يشغل لي على الاقل 200 فرد على نفس المساحه دي من الفدان. شوف مثلا مثال عندنا في مصر، انه الزراعة بتساهم في مصر بحوالي 13% من الدخل القومي، 13%، انما بتستهلك قد ايه؟ بتستهلك 57 مليار متر مكعب. روح بقى على الصناعة، شوف 57 مليار، الصناعة بتاخد 5 مليار بس، بتساهم كام في الدخل القومي بقى؟ 36%. اذا انا كمصر مستقبلي كبلد شح مائي في الصناعه وليس يعني انا زراعي، ويؤلمني ان انا اقول كده، انما عايز اقول في الصناعه، وان ميه الصحراء ثمينه للغايه، لان العائد من المتر في الصناعه 50 جنيه مش 5 جنيه زي الزراعه. ليه؟ عشان لازم الاكل يبقى رخيص في متناول الفقراء، وبالتالي يبقى انا مستقبلي في اي اكتشافات مياه جديده. المياه اللي في الوادي والدلتا يا دوبك على قدنا، واديك شايف كمان بنقلص الرز والقصب وغيره، يبقى لازم اي مياه جديده اشوف العائد بتاعها كام. اذا كان الزراعه العضويه ممكن ترفع العائد ل 30 جنيه افكر فيها، افكر في الزراعه العضويه اللي هي ما فيهاش اسمده كيماويه. الزراعه الاورجانيك لا اسمده ولا مبيدات. ده تنفع في مصر؟ اوروبا بتستورد اي كميه. تنفع في الاراضي الجديده. ليه؟ لان لكن الاراضي ما تنفعش في الاراضي القديمه. لا، انت عندك الميه بيشتكوا منها ان فيها تلوث بالتاكيد، فيها صرف زراعي بروي بيها. بس انتاجيه الفدان اسمع انها تلت انتاجيه الفدان لا. بالاسمده كان الاول 80% من انتاج الفدان الزراعه التقليديه، والان بعد استخدام بعض المحسنات والمواد الخام في التسميد اصبحت زيها بالظبط. انما خلي بالك انه انت المنتج العضوي 5 أضعاف سعر المنتج التقليدي، فانت حتى لو المحصول يقل 25% الربع، انما السعر 5 أضعاف انت ربحان. انما هي فيها عيب انها سريعه التلف. سريعه التلف ليه؟ لانها مش مرشوشه بمبيدات، فبالتالي اي اصابه ليها بعد الحصاد تتلفها، وده اللي عمل لنا مشكله مع الاتحاد الاوروبي في الحلبه النبته لما عملوا علينا حظر لمده كام سنه لما صدرنا الحلبه وقالوا دي ملوثه وجايه كانت اورجانيك، بس حصل انها تلفت. فلازم السوق الاوروبي مفتوح، اعمل تعاقدات واخلي الارض الجديده اورجانيك، او المصانع بقى. يعني انا عندي كل افريقيا بتستورد اسمنت، كلهم بيستوردوا اسمده، وانت عندك هنا الاسمده اولا عايزه اعمل طاقة. الصناعات دي سيراميك، اجهزه كهربائيه، اتوسع، لانه الصعيد طارد للعماله، يعني الهجره كل اللي جايين في مصر وعاملين زحمه من الصعيد. ووزير الحكم المحلي لما قال كده زعلوا منه وقالوا له هتمنع الصعايده تركب القطر، هو كان قصده اني هوفر لهم شغل هناك، هخليهم ما يجوش للمدن الكبرى. بس هو حضرتك عمال تكلمنا على المياه، ما اتكلمتش ليه عن تحليه مياه البحر؟
تحلية مياه البحر، خليني يعني الحد الأدنى لتحلية مياه البحر تتكلف من 50 سنت أمريكي إلى 86 سنت المتر المكعب. المتر المكعب لإنتاج، يعني إذن بتكلف في المتوسط حوالي 12 جنيه تحلية مية البحر. مين الدول الكبرى اللي بتنتج اللي شغالة في التحلية؟ أولا كل التحلية اللي في العالم حوالي 28 مليار، يعني نص حصة كل دول العالم، 28 مليار بنسبة 0.6%، يعني أقل حتى من 1%. مين أكبر دولة في العالم؟ المملكة العربية السعودية بتنتج 6.5 مليار، يليها الولايات المتحدة في بعض المدن شرق الولايات ما فيهاش مية 6 مليار، الإمارات 5.5 مليار، يليهم مين بقى؟ الكويت، اليابان، أسبانيا. دول فيهم دول فقيرة زينا. يبقى إذن المية المالحة إحنا داخلين تجربة غالية علينا، يعني عادة اللي بينتج المياه دول غنية، الدول الغنية اللي عندهم ليس هناك بديل، لأن الفلسفة من تحلية مية البحر هو الحفاظ على حياة البشر وليس إحداث تنمية. لذلك تلاقي استهلاكها العالمي توزيعه كام؟ 56% استهلاك منزلي عشان الناس تشرب وتعيش، وبعدين 23% في الصناعة و20% في الطاقة، 1% في الزراعة. نعم. ليه؟ لان بقى لو ناس في مناطق نائية وهتموت يبقى اذا هي مش للزراعة انما للصناعة وللسياحة وتكاليفها اللي عالية. موجودة دلوقتي في المدن الجديدة عندنا. انا لو خدت لو انتجتها ب 12 جنيه ما اقدرش ابيعها اقل من 20. هل انا في اي مستهلك في مصر يرضى يشتري المتر المكعب ب 20؟ النهارده الدولة بتبيعه ب 3 جنيه والناس بتقول فاتورة المية عالية جدا. فطب لما تبيعه ب 20 جنيه بقى بدل 3 جنيه، انما لو اديته للمصانع ب 20 وهو بيكسب منها 50 ماشي، تديها للاوتيلات ب 20 وهو بيكسب في الاوتيل العائد 500 جنيه من المتر المكعب ماشي. يبقى اذا هنا عايزه رؤيه للعائد من وحده المياه علشان اقدر اوزعها على القطاعات الكامله في الدوله دون خساره. واحنا داخلين على شهر رمضان ما اقدرش اتجاهل فكره الطعام المصريين في شهر رمضان، الأسماك، اللحوم، الدواجن. نعم. هتظل أسعارهم مرتفعة خلال الشهر؟ عايز أقول لك إن يعني أنا في الثلاث أيام الأخيرة لما حضرتك قلت لي أنا لفيت في الأسواق، خدت جولة أشوف الأسعار في السوبر ماركتس وفي الأسواق. الحقيقة الأسعار السنة دي التجار معتدلين جدا الحقيقة، وبالعكس في انخفاض. نعم. في أسعار الزيوت بقت ب 20 جنيه بدل 24، والمكرونة والرز، فشايف أغلب الأسعار معتدلة ما عدا أسعار الطيور. هي اللي ضربة جدا، رغم ان الدولة طرحت الفراخ ام 16 جنيه الكيلو المستوردة، الا انها لم تجد ثقة المستهلك المصري، وللأسف اغلب اللي بيشتريوها المطاعم اللي بتطلع الفراخ المشوية وبيبيعوها على انها فراخ بلدي، انما المواطن عفها لانه بدأ يخاف ان فاضلها شهر او شهرين. فشوف بقى رغم ان انت استوردت كميات كبيرة ومتاحة ب 16 جنيه ترتفع اسعار الفراخ البلدي الى 44 جنيه والفراخ البيضاء الى كام؟ 30 جنيه. تفسيرك؟ لانه التجار اطمأنوا الى عدم اقبال المواطن على النوعية اللي الدولة بتستوردها، وكان من الاولى للدولة ان تتعاقد مع اصحاب المزارع على توريد كمية كبيرة للمجمعات زي ما كان حاصل قبل كده، كان بيوردوا للدولة ب 20 جنيه الكيلو، فكانت بتبيعه للمزارع بسعر كويس للمستهلك عفوا بسعر كويس وبيبقى مقبول. فبرضه ما زال هنا نمط الاستهلاك ما تقدرش تتجاهل انه اغلب المواطن في مصر بيحب يشوف الفرخه بتتذبح قدام عينيه ومتسمع عليها قدام عينيه عشان يبدا ياكلها. انما اللحوم برضه انا شايفها بعد ما انخفضت بتشد شويه عشان رمضان، لان رمضان اصله ذروه استهلاك الغذاء في كل حاجه، بيتضاعف استهلاكنا على الاقل، يتضاعف ما بين مرتين الى ثلاث مرات. ليه؟ لانه الناس بتشوف انه في الصيام لازم تطبخ كل يوم، ما مش فاهم ان ده شهر تقشف وصيام وامتناع عن الاكل، انما بتشوف انه بيكافئ نفسه على الصيام. فمثلا النهارده تلاقي انه اسعار الحمام عاليه جدا، اسعار البط عشان عاده في اغلب مدن بالذات الدلتا. يعني الاسعار هتظل في رمضان مرتفعه في الطيور؟ انا بعتقد ان هي بتنكسر بعد ما يمر الاسبوع الاول، لان اغلب الناس من دلوقتي قبل رمضان باسبوعين بدأوا يجيبوا الطيور بتاعتهم، البط والحمام والفراخ مستلزمات رمضان، فبعد الاسبوع الاول بتبدأ تنكسر اسعار الطيور
والاسماك بتقع خالص في رمضان لان الناس يقول لك ما ناكل سمك بتعطش. الكلام ده علمي؟ فعلا بتعطش. وبعدين يبداوا بقى في السواحل بعد 10 ايام يفتحوا محلات السمك في القاهره بعد نص رمضان، الناس يكون زهقت من الطبيخ فممكن نفسها تروح للاسماك. أيوه. هل تعتقد ان وزاره الزراعه والتموين هيقدروا يسيطروا على الاسعار دي في رمضان؟ انا كان نفسي ان وزاره التموين تقود انخفاض الاسعار. يعني انت حضرتك مثلا اتكلمت على انه للاسف ان اسعار السلع التموينيه اغلى من الاسعار اللي في السوق. يعني انت عندك مثلا قلت وزاره الزراعه هتبيع السكر ب 8.5 وهو في السوبر ماركت ب 8.5، الوزاره بتبيعه للمستهلك ب 9.5، الوزاره بتبيع ازازه الزيت ب 18 جنيه بينما هي بره ب 14. المفروض وزاره التموين تقود حمله انخفاض الاسعار. ليه؟ لان هي الراعيه للفقراء، انت وزاره الفقراء، ما ينفعش تبقى كل حاجه على البطاقه التموينيه في المجمعات اغلى من بره. وبالتالي حصل انخفاض في مبيعات المجمعات لانه ما حصلش ترويج لسلع رمضان فيها باسعار كويسه، وكنت اامل ان وزاره التموين تساير القطاع الخاص بخفض الاسعار الى السكر يبقى ب 8.5 والزيت يبقى ب 14 والرز يبقى ما بين 6.5 ل 7 علشان خاطر انها ما ينفعش القطاع الخاص يرخص والدوله اللي تبيع بالغلا، ما ينفعش، ده المفروض العكس. طب ادواتها ايه او كانت تعمل ايه وزاره التموين؟ انت عند وزاره التموين عندها اكتر من 3500 منفذ ما بين مجمعات استهلاكيه ومشروع المجمعي بتاع الشباب اللي اكتر من 1000 منفذ، عندنا كمان وزاره الزراعه ليها 300 منفذ، القوات المسلحه، مجموعه امان للشرطه، كل ده كان هيئه السلع التموينيه تقدر تستورد الحاجات دي قبل شهر رمضان بسعر مجزي، وبالتالي هي تطرحه بقى في المنافذ ال 3500 دي في مصر كان بسعر هيقل كتير عن القطاع الخاص. هيئه السلع التموينيه تستورد الزيت والسكر والحاجات اللي احنا وتطرحه بسعر كويس، فيبقى هنا في رضا عن الاداء الحكومي. يعني انا مش بتبص لها نظره ان انا بكسب او بخسر، انما الناس لما تقول لك الحاجه بره ارخص من الحكومه، طب ما تديني دعم نقدي بقى، اديني ال 50 جنيه بتوع بطاقه التموين وانا اشتري الزيت ارخص من عندك والسكر ارخص من عندك والرز ارخص من عندك. فارجو انه الدوله تقود خفض الاسعار ولا تقود ارتفاعها حتى يحدث اتزان في الاسعار في السوق. كلمه اخيره والتتر نازل. اقول للمشاهدين كل سنه وانتم طيبين، رمضان شهر كريم وان شاء الله ربنا يعود على مصر كلها بالخير، وانه الفلاحين محتاجين يتراضوا شويه في الايام اللي جايه وحد يسمعهم ويقعد معاهم ويقنعهم. القرارات انك ما تزرعش المحصول الفلاني دون ان تضع له البديل غير مقبوله، وارجو انه تكون علاقه الدوله مع الفلاحين علاقة متوازية فيها تبادل آراء، وفي النهاية فيها الصالح العام هو اللي بيحكمنا في الأول وفي الآخر. أنا بشكرك أستاذنا الدكتور نادر نور الدين الخبير الدولي المعروف في مجالي الزراعة والمياه، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. وكل سنة وحضرتك طيب وانت طيب وتنورنا دايما. تسلم يا رب. تسلم. حلقة انتهت معاكم، بكرة حلقة جديدة إن شاء الله من مصر فندي الساعة 10 بالليل، انتظرونا. سلام عليكم.